صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الأمهات في مسألة الأكل بالنسبة لأولادها بينقسموا إلى جزئين. في جزء واحنا صغيرين يعني يفرض عليك الاكل، يقول لك هو ده الاكل اللي موجود عندي، هتاكل هتاكل، مش هتاكل ما تاكلش. فانت تيجي بعد شويه كده غصب عنك لان انت جعان ومفيش قدامك غيره، فهتروح تاكل على طول. وفي جزء تاني من الامهات بيقول لك ايه بقى، يفضل يحاول يقنعك، يقول لك كل السبانخ دي فيها حديد، ده مش عارف ايه، كل القرقاس، كل مش عارف ايه. يبتدوا طبعا يدخلونا في الطبيخ. طبعا هي الحاجات دي مغذيه ما قلناش حاجه، بس احنا كاطفال ما بنبقاش عايزين ناكل كل يوم من الطبيخ والحاجات دي برضو، حتى واحنا كبار بالمناسبه يعني مش عايزين برضو نفضل ناكل فلوبيا وفاصوليا وحاجات من دي. سؤالنا بيقول كتير ممكن مثلا في اكلات نكون ما بنحبهاش واحنا صغيرين، قول لنا ايه الاكله اللي ما كنتش بتحبها وما كنتش جربتها وانت صغير بس لما كبرت بقت اكلتك المفضله. بتاكلي يا جمانه حاليا؟ انت بتاكلي ايه حاليا؟ ما بسيبش حاجه كله ما شاء الله يعني لا دلوقتي حاجات بسيطه قوي اللي ما بحبهاش، بس وانا صغيره عارف الاطفال اللي هي كانت رفيعه جدا وكانت ما بتاكلش تقريبا بقى ونروح للدكتور حافه زايده كنت عندي لحافه زايده فعلا، كنت في اطفال بقى اللي احنا بنروح للدكتور عشان ياخدوا مكملات غذائيه وفواتح للشهيه. ايوه عارف انا الحقنه اللي خدها محمد صبحي في شكلك ليه تخيل هي دي بالظبط كده. بس كنت شتاب معايا حاجه برضو والله خالص. عارف انت الاطفال لما عندهم ضعف اللي تلاقي فيهم عند وشهم حرام بقع بيضه كده راس فيتامينز وحاجات، كنت انا الطفله دي بقى. فانا ما كنتش يعني مش بقى ما كنتش بحب الاكل، انا اصلا ما كنتش باكل يعني ما كانش عندي الشهيه للاكل، ما كانتش عاليه قوي وانا صغيره. وبعدين ربنا غالبا ماما قعدت تدعي كتير، ربنا بقى نفخ في صورتي بقيت باكل كل حاجه تقريبا. بس لو هفتكر الاكلات اللي انا ما كنتش بقدر اكلها مثلا وانا صغيره بعد كده لما كبرت بقيت باكلها، الباميه مثلا مستحيل، يعني كان مستحيل اكل الباميه، مستحيل اكل سبانخ، يعني لو حصل ايه مستحيل اكل سبانخ يا شاذلي. بس وانا صغيره كنت بحب جدا الكوسه، دلوقتي ما اقدرش يعني ما لا بفضلها. معموله ازاي الكوسه بس؟ عايزين نقعد نفتح افكار كده. هقول لك انا على الصبح، انت جعان غالبا طبعا. كوسه لا اي يعني كوسه بشاميل ما كنتش اقرب منها. كوسه حتى لا يعني وانا صغيره كنت بحبها، كوسه بشاميل اكلها، الكوسه المطبوخه اكلها، بس دلوقتي لا ما بحبش الكوسه قوي. الباميه مستحيل اكلها وانا صغيره، دلوقتي باكلها عادي جدا طبعا جميله. لسه معموله بقى بايت عشان في ناس بتنقسم ان الباميه لما بتبات بتبقى احلى، يعني باكلها في كل احوالها. سبانخ كان مستحيل اكلها وانا صغيره، باكلها دلوقتي. ممبار ده كان مش مستحيل يعني مستحيل، يعني كنت بخش انام غالبا من كتر الرعب لما يكون معمول في البيت، مستحيل وانا بس دلوقتي سامحته على كل حاجه وما ببصش، يعني بحاولش اعرف هو الممبار اتعمل ازاي وعباره عن ايه، ما ببصش يعني انا بسامح على كل حاجه. حتى اتعمل ازاي يعني والممبار كان ايه، امعاء وفيها اكل والدنيا تمام عادي يعني ايه امعاء عادي يعني ايه المشكله؟ ماله الممبار يا جماعه؟ امعاء عادي. وبعدين اللي معترض عليه ممكن ما ياكلوش ويسيبه لنا احنا بقى، انا مش معترض عليه وعارف تاريخه وما عنديش اي مشاكل وتصالح معاه ما عنديش اي مشكله. طب انت ما كنتش بتاكل ايه بقيت بتحبه؟ بصي هو انا فعلا باكل، كنت باكل كل حاجه زمان سواء بقى بالذوق او بالعافيه، المهم انا كنت باكل كل حاجه زمان، بس كان في حاجات كنت بفضلها وحاجات ما افضلهاش. يعني السبانخ ما كنتش افضلها، دلوقتي افضلها. القلقاس كنت باكله زمان غصب عني، بس لما كبرت وقفت على رجلي قلت انا مش هاكل القلقاس ده تاني، وفعلا ما اكلتوش تاني والله غير مره واحده بس، امي اتحايلت عليا قريب كمان من كام شهر كده
اتحايلت عليا وتجربوا والله هتحبوا، انت كنت بتحبه وانت صغير، اقول لها يا ستي والله ما كنتش بحبه كنت باكله غصب عني، هي مش قادره تقتنع ان هي كانت فرضاه عليا. بس هو القلقاس مثلا ده ماكلوش يعني، مش لما كبرت مثلا باكلتي المفضله، لا 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 هو لحد دلوقتي زي ما هو على وضعه كده. انا ما بحبوش لما بقيت صاحب قراري ما بقتش باكل القلقاس. ما حدش بيقوم لي عليا حاجه ولا يفرض عليا حاجه، انا مش هاكل القلقاس تاني خلاص، انا كبرت ومش هاكل القلقاس تاني. المسقعه مثلا ما كنتش باكلها وانا صغير، مش حاجه يعني ما كانش ليا تقل عليها، انما دلوقتي بقيت بموت فيها. طبعا الممبار بقى والحاجات لحمه الراس بقى والسمين والحاجات دي، لا طبعا ده حاجات عظيمه جدا، حاجات لا صغير؟ يختلف عليها سنين. لا والله ما كنتش في حاجات ما كنتش يعني بجرؤ ان انا اقدم عليها وانا صغير، انما لما كبرت دلوقتي كطفل لما تاكل لحمه راس لا 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 يعني هنا لازم نتوقف عند النقطه دي. لا ما كنتش اعرفها اصلا انا صغير يعني، زي الطفل بياخد سندوتش جبنه عادي يعني. طفل ايه اللي ياكل لحمه راس الصبح؟ قلت استفسر منك على الموضوع ده. بس مثلا على ذكر القلقاس وان انت وانت صغير انت كنت بتحب القلقاس، ماما عندها نفس الفكره بالظبط في القرنبيط مثلا. يا تصدقي فكرتيني بيه، ده صعب قوي يا جماعه. لا هي مقتنعه ان انا بحب القرنبيط، يعني انا طول عمرك بتحبي القرنبيط وبتاكليه، والله عمري ما اكلته، انا عمري ما اكلته وعمري ما حبيته وعمري ما هحبه. بتحلف لك يعني؟ يعني اكيد عمرها ما حبيته واكيد ما حبيتهوش. وحاولت احبه يعني على فكره، انا حاولت والله بس ما قدرتش. يقول لك كله بالطماطم بقى، ما هو الاثنين اصعب من بعض، بطماطم مش بطماطم، الاثنين اصعب من بعض. حتى المقلي اللي هو لسه خارج من الزيت ده يقول لك كله بقى مقرمش كده، مقرمش ايه وجميل ايه يكفي. والله العظيم لا وهي بتعمل حاجه لذيذه جدا، هي عارفه يعني، هي اعتقد ان امي بقى لها كتير برضو يعني، انت عارفه ان انا ما باكلش القرنبيط، تروح مطلعاه من الزيت وتجيلي بصي بقى عملت لك قرنبيط المقلي اللي انت بتحبيه، والله ما بحبه عمري ما اكلته يعني ما باكلوش، بس احنا مصممين ان انا باكله. غالبا هي عارف تريح ضمير يعني انا عارفه ان انت بتاكليه. فدي كانت بعض الاكلات. بس انا ماما عامه يا شاذلي مالهاش قوي في الاكل المودرن، يعني اللي هو الحاجات بقى الوايت صوص والحاجات دي على فكره احسن والله، مش دايما الحاجات دي بيبقى طعمها حلو يعني، يعني أو معظم حتى الوقت بتبقى حلوه عادي. لا على فكره، او حتى اللي هو ما ناكلش منها مره واثنين يعني، انا مثلا ممكن اكل طبيخ يوم وتاني يوم عادي. الفاصوليا الخضر دي عمري في حياتي ما اكلتها وانا صغير، دلوقتي الفاصوليا الخضر دي انا بعشقها، الفاصوليا الخضر، وعندي استعداد اكل منها يوم واثنين. لكن الحاجات بقى اللي بالوايت صوص ويقول لك المكرونه بالكريمه ما اعرفش ايه والوايت صوص وعليها جبنه موتزاريلا، الحاجات دي كلتها عشان اجربها بس مره واثنين بس، لا ما لقيتش نفسي فيها بصراحه. لا وما يتاكلش منها فيها؟ وما يتاكلش منها مره واثنين بالمناسبه، يعني مش من الحاجات اللي تشجعك ان انت تاكل منها مره واثنين، اكلت منها مره وانت جعان خلاص ده بامان والله. بمناسبه برضو الحاجات دي، اللوبيا مستحيل اكلها وانا صغير مستحيل. دلوقتي لا باكلها طبعا، عظيمه اللوبيا على فكره يعني. لا كنت مستحيل يعني، ما ينفعش. والحاجات دي والله جميله قوي. هي برضو على فكره احنا يعني اعتقد واحنا صغيرين كنا برضو في سن الدلع كده، فاللي هو خلاص مش عايزين تاكلوا ده هنعمل لكم حاجه ثانيه يعني. ممكن بتعمل ده اللي انا قلت بقى، انت من النص الثاني من الامهات اللي هي كانت بتخير ولادها وتقول لهم لا ده في غذاء وفي فيتامينات وبتاع، بس بتخير مش بتجبر يعني. يعني ما كانتش بتتكلم معايا قوي، كان نفسها اكل اي حاجه حرام. عشان كنت عارف كنت مفيش يعني، ما كنت فعلا بجد كنت رفيعه جدا، وكنت على طول ببقى يعني تعبانه، وكان عندي بقى المدرسه وال شفتي لما اكلتي قرنبيط وشك نور ازاي؟ هي دايما تقول لي كده صح؟ لما اكلتي خضار وشك نور ازاي؟ لما اكلتي سبانخ وشك نور ازاي؟ لا هو يعني الحمد لله يعني بس ربنا دي يا جماعه مش بالظبط كده. ف يعني دي بعض الاكلات، انا حاسه ان انا وشاذلي ما سبناش اكله معينه، الحمد لله دلوقتي بناكل كل الاكلات بس ما عدا القرنبيط، انا وهو متفقين عليه. بس انا باكل قلقاس. لا انا باكل قلقاس. طب بتاكل خبيزه؟ باكلها بس ما بقاش حد يعملها يعني، بحبها وباكلها بس ما بقاش حد يهتم ان هو يعملها عشان تاخد مجهود. اصل في ناس بتعترض كتير يعني، ناس كتير لا لا ده جميل على فكره. لا لا والله لطيفه مش وحشه على فكره. طبعا الخضار على فكره بالمناسبه احنا في مصر يعني متميزين جدا بالخضار والطبيخ والحاجات دي عن المطبخ المودرن يعني. احنا بالنسبه لنا موضوع اللوبيا والفاصوليا والباميه على الرغم ان هي متعبه جدا بالنسبه لمرضى القولون العصبي، لكن برضو الباميه ليها اسمها، ولما تبات فعلا ولو اتحطت في طاجن ودخلت الفرن قعدت شويه سبكت شويه، ولو باتت يعني هي الباميه بكل ما فيها بقى شويه ليمون كده مع الباميه صح؟ الباميه ليها اسمها، انت قلت مش هنتكلم فيها كتير. طبعا ليها اسم في السوق الباميه تحديدا. بس هي حاجات مسبكه عامه، هي تقيله طبعا على القولون، ومش صح مش صحي قوي ان احنا ناكل منها كتير يعني. معظم اكلاتنا لازم تكون الى حد ما مسلوقه مشويه على فكره يعني.
انا عندي قولون والموضوع عندي صعب جدا، بس باكل برضو من الحاجات دي وما عنديش اي مشكله، لان عارف ان هو بعد فتره من الوقت الدكتور هيجي يقول لك ممنوع ان انت خلاص كبرت في السن فلازم تحافظ على معدتك اكتر، وممنوع ان انت تاكل كذا وكذا وكذا، فهتمنى منها غصب عني قدام. فالحق دلوقتي الدكتور ما قالكش؟ لا لسه ما كبرتش. لا لسه او لسه ما رحتش الدكتور. ممكن. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، اكلات كتيره ممكن ما نحبهاش واحنا صغيرين، لكن لما كبرنا بقت اكلاتنا المفضله. قول لنا ايه اجاباتكم، قولوا لنا طبعا وشاركونا بتعليقاتكم على سؤال الحلقه الموجود على فيسبوك وانستجرام، وهنستعرض طبعا هذه الاجابات في حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف عشان نتعرف كمان منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات، ونسالها سؤال الحلقه. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير جمانة. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا دينا. قول لنا بقى يا دينا، ايه الاكلات اللي انت ما كنتيش بتحبيها وانت صغيره ودلوقتي بقيتي بتحبيها؟ السبانخ طبعا، دي من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي كنت ممكن اقعد اعيط اليوم كله لو في سبانخ، بس دلوقتي لا بقيت بحبها فعلا. يعني كنت بتاكليها يعني زمان؟ بتاكليها غصب عنك؟ طبعا باكل اكيد. من النوع الاول من الامهات. لان لا عشان زي برضو جمانة كده ما بتقول، كنت انا فعلا نحيفه جدا وعندي انيميا مستمره، فكانت حجه ماما لازم اكلها عشان نسبه الحديد اللي فيها عاليه قوي، ولازم نتغذى علشان ما نروحش للدكتور وناخد حقن. يعني كان بيبقى فيه مبررات كتيره. السبانخ دي ليها سن معين ما ينفعش ناكله قبلها، يعني احنا كلنا لما بنكبر بنحب السبانخ. انا حبيتها جدا دلوقتي. بالنسبه لي ببقى يعني مبسوطه وانا باكلها. ايوه بالظبط. مستغربه جدا، بس انا بختلف معاك يا شادي بقى في القلقاس. تحب القلقاس جدا؟ ده العشق يعني. أنا بالنسبه كمان لي، وكل اللي حواليا ما بيحبوش. ربنا معاك. انا الوحيده اللي بحبه. بس فعلا زي ما بتقول كده، احنا في اكلات ما بتكونش بنحبها واحنا صغيرين، بس في اكلات بقى بتبقى بره البيوت كمان. يعني في بيت ما بيعملش عمره اكله معينه، احنا كنا من البيوت اللي عمرنا ما نعمل العكاوي دي، بالنسبه لنا دي ما بتخشش للبيت وحد دلوقتي، لكن لما اتجوزت بصراحه بدات اعملها، لا بقيت احبها كمان. دي من الاكلات اللي عمري ما اكلتها في حياتي وكلتها لما كبرت واتجوزت. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة، وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه برضو كثافات مرورية. لكن بالنسبة لشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية كمان عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية. الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة لكن بتكون متقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. هنستكمل معاكم جولتنا ونروح شوارع الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق ده في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما هنوصل لمناطق بولاق ومبابة، لكن بالنسبة كمان لمحور الصفط في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح محافظة الأسكندرية وفي كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما بقى الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. بالنسبة لشارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان. هنروح هناك ونبدأ من شارع السادات اللي لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما هنوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصنا معاكم جولتنا عن احوال المرور، خلونا بقى نستعرض معاكم جولة سريعة عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، في نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه وبيكون مثير رمال والاتربه على المناطق المكشوفه، كمان في فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال وجنوب الصعيد.
درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. هنبدأ مع حضراتكم بالأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وأشاد سيادته بالعلاقات الودية التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطنة عمان، واللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطلع على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية. أيضا ترأس اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي وقال إنه الدولة بترحب بأي أفكار خارج الصندوق وأي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، ورحب الرئيس خلال المباحثات بشقيق السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مكرماً على مصر، وأشاد سيادته بالعلاقات الودية التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطنة عمان اللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. وامبارح تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق أرفع الأوسمة في البلدين احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطلع على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وكمان تعرف على الآليات اللي بيتم تنفيذها من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في إطار تفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية اللي بتستهدف تحقيق الإدارة الفعالة لمختلف الأصول والأجهزة الطبية ورفع كفاءة الموارد المتاحة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي وتم استعراض القرارات الأخيرة اللي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي وخطة تنفيذ هذه القرارات، وقال رئيس الوزراء نرحب بأي أفكار خارج الصندوق وأي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وقال مدبولي إن التعديلات اللي بتقترحها الحكومة بتأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 ل 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، واللي بيستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 مليون بطاقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية خلال زيارته الرسمية اللي جرت مؤخراً لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري والاستفادة من القدرات البحرية الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين. وفي ذات السياق التقى قائد القوات البحرية اللواء ركن عبد الله حسن الصليتي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية خلال زيارته لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تضمن اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين. وبالنسبة للأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، أسوان بتجهز ملف متكامل لتعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024، وفي محافظة مطروح تم إضافة خطوط سير جديدة بمشروع نقل الركاب. كمان امبارح في المحافظات
تم الإعلان عن زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالشوارع والميادين الرئيسية في كفر الشيخ، بالإضافة إلى عودة تحليق البالون الطائر في الأقصر بعد توقفه لمدة 3 أيام. تفاصيل تانية وأخبار أخرى من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسوان أعلنت المحافظة عن تجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024، والمحافظة بتستهدف إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية مع إظهار المزايا النسبية اللي بتتمتع بيها أسوان لجذب السائح العربي، خاصة في ظل تفردها بالتنوع في الحضارات والثقافات اللي شهدتها أسوان عبر العصور. في مطروح أعلنت المحافظة إضافة خطوط سير جديدة بعدد من المناطق في المحافظة بمشروع نقل الركاب للتيسير على المواطنين، وتمت الموافقة على تشغيل خط مرسى مطروح لقرى البنجر بمدينة الحمام، وكمان إضافة خطوط داخلية بمدينة العلمين، بالإضافة لتشغيل خطوط لخدمة أهالي مطروح والمصيفين داخل مدينة مرسى مطروح. في أسيوط بيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وده ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل اللي بيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء. في الغربية تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى دفرة مركز طنطا وشنراق مركز السنطة والدلجمون مركز كفر الزيات، وده في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً. في كفر الشيخ تم زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس ومراكز الشباب، ودلوقتي بيتم زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في الأقصر شهدت سماء البر الغربي عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقفها على مدار 3 أيام الماضية لظروف الطقس وشدة الرياح، وامبارح خرجت 50 رحلة على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحي للحصول على شهادة الأيزو، وبتشمل المعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي ومعامل مياه طما وطهطا وجهينة وجرجة ومعمل صرف صحي جرجة بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه. في الإسكندرية بيتم تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة من أجل انتهاء مشكلة الزحام بالمنطقة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع 40% حتى الآن. أكلات كتير ما كنتش بتحبها وانت صغير، لكن لما كبرت بقت أكلتك المفضلة، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. ناخد مجموعة من الأكلات بقى مش من التعليقات، شوف الناس قالت إيه. كحلاوي فتحي بيقول صباح الفل عليكو، السمك بس دلوقتي هو أكلتي المفضلة، ونسأل الله أن يحفظ مصر. اللهم أمين يا أستاذ كحلاوي. في أبو رحمة أحمد بيقول صباح الخير يا مصر، البسلة بالجزر ده جميله. طب ادي نفسك صغيرين. دي حلوه دي، ده الجمال. ده يمكن الطبيخ الوحيد اللي كان فيه اجماع من الاطفال عليه. بالظبط. علاء هارون بيقول صباح الفل عليكم، اكلات ما كنتش احبها الفاصوليا والسبانخ والعدس والسمك والفسيخ، بس دلوقتي مدمن الاكلات دي عشان مفيش غيرها تقريبا. كل الاكل هو في اكل جديد نازل. طيب في أستاذة جيهان المصري بتصبح علينا من الإسماعيلية، صباح الخير عليكي، صباح الخير على كل أهل الإسماعيلية. بتقول أنا وأنا صغيرة البسلة ما كنتش بحبها مطبوخة، كنت بحبها خضرة وأمي بتفصصها، لكن كنت بحب جميع أكلات أمي، ومفيش حد كان يقدر يغلبها بالأكل. دلوقتي قيت بعشق البسلة وكل نعم ربنا حلوة، بصبح على أمي وأختي. صباح الخير عليك يا جيهان، ربنا يخليهم لك. يسري دوما بيقول الدجاج الفراخ. في شمس سالم بيقول ما كنتش بحب المسقعه ودلوقتي باكلها. وانا كمان والله، المسقعه دي جميله على فكره. سهام هيكل صباح الفل، اكله ما كنتش بحبها الباميه والكوسه، واللي ما بحبهاش خالص وما باكلهاش بقى الكوارع والقلقاس. انا اصدقك يعني هسامحك في القلقاس، لكن تيجي لحد الكوارع والحد هنا ستوب، الا الكوارع. من وانت صغير بتاكل كوارع؟ جيت فتره كده في النص وبجد والله وقفلت منها كده، بس دلوقتي يعني ما ايه. ثانيه واحده، وانت صغير كنت بتاكل كوارع وبعدين بطلت؟ طفل بتاكل كوارع؟ والله ده بمنتهى الامانه، وانا طفل فعلا كنت باكل كوارع، وبعدين جه فتره كده يعني قرفت منها شويه يعني، بس رجعنا تاني الحمد لله.
مش عارفه اعلق اقول لك، مش قادره، مش لاقي تعليق. بس ما كنتش بتحب القلقاس يعني، كنت بتاكل كوارع ما بتاكلش القلقاس. ده فعلا والله. ماشي. اكرم الجوكر بيقول صباح الخير عليكم، الارانب وكنت بخاف منهم لكن دلوقتي قلبي جامد وبقيت باكلهم عادي. لا تصدق، من وانا صغيره ما باكلش الارانب. بس في ناس بيشبهوها بالقطط. يقول لك اكل قطط. صعبه عليا، مش فكره قطط، صعبه عليا. مش عارفه دي. طيب. طبعا عمرو ابو اميره، الفاصوليا والبسله واللوبيا والسبانخ ما كنتش باكلهم خالص لكن دلوقتي باكلهم وبعتبر دول اكلاتي المفضله. طيب في كمان محمد مار، اكتر اكله مش بحبها الطبيخ، بس دلوقتي الحمد لله بقيت باكله. الطبيخ كله. استاذ ابو شهد بيقول انتوا كل يوم بتحكوا قصص عن حياتكم، احنا مالنا ومال الموضوع ده؟ احنا مش بنحكي قصص عن حياتنا، احنا بنتشارك مع حضراتكم يعني في سؤال تفاعلي ندردش فيه مع الساده المشاهدين، نتفاعل على السوشيال ميديا، نفتح لبعض افكار. يعني المساله يعني كل يوم بيكون في سؤال مختلف، في اسئله بيكون اسئله اجتماعيه مثلا، حاجه خاصه بالتربيه، حاجه خاصه بالعلاقات الاسريه. احنا مش بنتكلم عن تجاربنا الشخصيه كتجارب مثلا ان احنا نحكيها لكم او كده، لا، بنشارككم التجارب الشخصيه وانتم بتشاركونا كمان التجارب الشخصيه بتاعتكم. بيكون في مختصين في بعض الاوقات بيجاوبوا مثلا لما تكون حاجه خاصه بالحاجات الاجتماعيه، لكن ده سؤال لطيف يعني بنتكلم عن الاكلات. كل الناس، حتى الناس بتشارك التعليقات، اكلات ما كانوش بيحبوها دلوقتي بقى بيحبوها، كل الناس بتشارك يعني، مش احنا يعني بس اللي بنقول. يعني وواضح كمان ان يعني بحضرتك لا يعني متابع جيد، بما انك متابع للاسئله فاكيد هتبقى عارف ان احنا مش كل يوم بتبقى الفكره ان احنا نشارك قصص حياتنا يعني من باب ان احنا نفرضها على حضراتكم، لكن بالعكس بنحب ان احنا نتفاعل مع بعض ونتكلم مع بعض كده على قد ما نقدر. على اي حال مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية هيكون مثير رمال والأتربة على المناطق المكشوفة. كمان في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار طقس النهاردة إيه يا فندم، خصوصا أن في تراجع لثلاث درجات في القاهرة الكبرى عن امبارح؟ بالفعل، يمكن احنا امس شهدنا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وصلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بفعل الكتل الهوائية الصحراوية اللي كانت بتأثر علينا بشكل كبير امس. لكن اليوم الكتل الهوائية هتكون اقل حرارة من امس، لكن برضه مستمر معانا ارتفاع درجات الحرارة، لكن تأثير ارتفاع درجات الحرارة هيكون اقل من امس، لان اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 32 الى 33 درجه مئويه خلال فتره النهار. فبالتالي احنا خلال فترات النهار هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا محافظات السواحل الشماليه الشرقيه وسيناء، واجواء شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد ايضا، لان العظمى على المحافظات الجنوبيه الموجوده في الاقصر واسوان. المناطق دي العظمى هتسجل 42 درجه مئويه خلال فتره النهار، يمكن هي اكثر تاثرا بارتفاع درجات الحراره. خلال فترات الليل بدات درجات الحراره تعتدل عن الايام الماضيه، وبدات ترتفع درجات الحراره خلال فتره الليل، بدانا نسجل درجات حراره ما بين 22 ل 23 درجه مئويه صغرى على القاهره الكبرى ويمكن كمان المناطق الشماليه ايضا. فبالتالي اجواء فتره الليل هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان ان اليوم طبعا في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وايضا بعض المناطق من سيناء، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن احنا كمان بالامس مع فترات المساء شفنا النشاط الكبير للرياح اللي كان موجود واللي كان معاه اتربه ورمال مصاره، صحيح مستمر معانا حتى بالليل.
بالفعل استمر كمان معانا حتى الساعات الاولى من الصباح على بعض الاماكن. تدريجيا ان شاء الله مع تقدم ساعات النهار هتبدا الاتربه تتلاشى من على اغلب محافظات الجمهوريه، تبدا الرؤيه تتحسن ويبقى ان شاء الله الاجواء صافيه في اغلب المحافظات. ان شاء الله متوقع على مدار هذا الاسبوع كله ان يستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، لكن طبعا هيكون اقل من اللي حسينا بيه امبارح. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله ما بين 32 33 درجه مئويه. الاتربه والرمال المثاره ان شاء الله مش هتبقى موجوده معانا كمان غدا وبعد غدا، يمكن حتى نهايه الاسبوع مش هيكون في اتربه ورمال مثاره. لكن احساسنا بدرجات الحراره فتره النهار خلاص بقى درجات حراره مرتفعه فتره النهار بالظبط، اجواء اشبه بالاجواء الصيفيه. عشان كده احنا بنقول لكل الساده المشاهدين مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فتره الظهيره تحديدا، لان الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا ان احنا واحنا خارجين نرتدي الكمامات، ومهم كمان متابعه النشره الجويه لان الاتربه والرمال المثاره دي الفتره اللي بتنشط فيها الاتربه والرمال المثاره. ففي بعض الايام ما بيكونش فيها اتربه ورمال مثاره، لكن بعض الايام الاخرى هيكون فيها اتربه ورمال مثاره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا طبعا في برنامج صباح الخير يا مصر، دكتوره منال غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا ليكي. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 32، الصغرى 21، العاصمه الاداريه 32 20، الاسكندريه 25 18، العالمين الجديده 25 18، مطروح 24 19، دمياط 29 19، بورسعيد 30 20، إسماعيلية 33 20، السويس 32 21، العريش 31 18، كاترين 30 11، طابة 32 20، حلايب 30 24، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 36 23، الغردقة 35 23، الفيوم 35 22، بني سويف 35 22، الوادي الجديد 39 23، اسيوط 36 23، سوهاج 38 23، قنا 40 24، الاقصر 41 23، واخيرا اسوان 42 25. نخلي بالنا النهارده ان في ارتفاع لسه في درجات الحراره، لكن كمان في بعض الاجواء الخاصه بالاتربه، لكن من بكره ومن بعده ان شاء الله مش هيكون في تراب علشان مرضى الجيوب الانفيه ما يعانوش زي ما عانينا امبارح والنهارده. هرجع مره ثانيه لشاذلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي معنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، وابرزها انطلاق مؤتمر العمل العربي في دورته ال 49 بالقاهره بمشاركه وفود 21 دوله، كمان النهارده في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ بحضور 5 وزراء لعرض المشروعات الخاصه بالطاقه الشمسيه، ايضا مباريات مهمه هتتلعب النهارده في الدوري المصري والمباراه الختاميه للجوله 37 في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، وهتستمر لحد يوم 29 مايو، وتترأس موريتانيا أعمال هذه الدورة اللي بيشارك فيها وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أو من يمثله وممثلي المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. النهاردة هتستضيف مدينة شرم الشيخ مؤتمر صحفي لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تتعدى 40 ميجا وات بحضور وزراء البيئة والكهرباء والسياحة والأثار والتجارة والصناعة والطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء وأليساندرو فراكازيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي الاتحاد السكندري مع المصري الساعة 7 بالليل، الساعة 9:30 هيلتقي كل من الزمالك مع الداخلية والمقاولين مع طلائع الجيش. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الختامية للجولة 37 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل. على هامش تغطيتنا للحوار الوطني بجلساته وفعالياته المختلفة، دلوقتي هنروح نتابع لقاء خاص مع أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة على هامش هذا الحوار. طبعا بطبيعة الحال
الانطباع ومشاركة المؤسسات الدولية السفارات الأجنبية في مصر لها مشاركة كبيرة وفاعلة. يسعدنا أن ينضم إلينا معالي سفير دولة اليابان في مصر السيد أوكا هيروشي. مستر سيادة السفير أوكا هيروشي، يشرفني أن تكون معنا في هذا الحوار على شاشة التلفزيون المصري. حسنا، شكرا جزيلا للاستضافة. دعني أولا أبدأ اللقاء بسؤالكم عن رؤيتكم لمستوى التعاون بين مصر واليابان. حسنا، بالطبع العلاقات بين اليابان ومصر كانت ولا تزال دائما جيدة، وهي تعود لأكثر من 160 عاما حين زار وفد الساموراي مصر، وهناك صورة تم التقاطها حينئذ أمام الأهرامات وأبو الهول. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك علاقات ثنائية ممتازة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية. ومؤخرا قام رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بزيارة رسمية إلى مصر، وكانت هناك مباحثات ممتازة مع الرئيس السيسي، واتفقنا على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وبالتالي نستطيع أن نعمل معا ليس فقط على صعيد تقوية العلاقات الثنائية، ولكن في الوقت نفسه نستطيع أن نعالج معا قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية أو قضية السودان وحتى القضايا الدولية. وهذا بالطبع يشير إلى نضج وقوة العلاقات الثنائية بين بلدين. سؤالي الثاني حول المستوى الاقتصادي للتعاون والعلاقات الثنائية بين مصر واليابان. وصحح لي إن كنت مخطئاً، إن مستوى الاستثمارات اليابانية في مصر قد ارتفع إلى 73.7 مليون دولار. هل ترى ذلك كافياً بالنظر إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين اليابان ومصر؟ أنا أعتقد أن هذا الرقم في حاجة للزيادة، أليس هذا صحيحاً؟ حسناً، أتفق معك تماماً. هناك دور كبير علينا أن نلعبه لتقوية العلاقات التجارية بيننا وكذلك الاستثمارات اليابانية، وهذا أحد الأمور التي أكد عليها رئيس الوزراء كيشيدا مع منتدى الأعمال المصري الياباني أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة. ولكن في الواقع هناك توجه كبير لزيادة الاستثمارات اليابانية لمصر، حيث تمت مضاعفتها في السنوات الأخيرة. ومن ضمن مجالات الاستثمار الجديدة لنا محطة توليد الكهرباء من الرياح وإنشاء ميناء مخصص للسيارات بميناء بورسعيد. وهناك الكثير من الاستثمارات القادمة مع الأخذ في الاعتبار تلك الإمكانات الهائلة المتاحة في مصر الآن، مثل الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقناة السويس والهيدروجين الأخضر وكل هذه الموارد. والنقطة الأهم في هذا الصدد هي تلك المتعلقة بالجودة، حيث إن لديكم موهبة ومهارة محلية. فعلى سبيل المثال الشركات اليابانية تنتج السيارات، وأنتم تنتجون مكونات السيارات بمستوى مرضي جدا لمعايير الجودة لدينا، وبالتالي يعتبر هذا أحد أهم المحاور التي نرغب في تعزيز التعاون المشترك فيها بين بلدينا. فيما يتعلق بالمدارس اليابانية، وهذه بالطبع تجربة عظيمة أن توجد مدرسة يابانية هنا كما أن هناك جامعة يابانية في مصر. إلى أي مدى ترى في هذه التجارب مثالا ناجحا لتطوير العملية التعليمية في مصر؟ حسنا، لقد شعرنا بالانبهار حين قمنا بزيارة لإحدى تلك المدارس المصرية اليابانية، حيث وجدنا مناقشات للشواغل المشتركة بين البلدين. وحين قمت بزيارة لجامعة إيجاستا ببرج العرب انبهرت بمستوى البحث الأكاديمي هناك.
وبالطبع هذه مبادرة مصرية ويسعدنا دعمها. بالطبع الأعمال التجارية مهمة للعشرين أو الثلاثين أو الأربعين عاما القادمة، ولكن التعليم مهم للخمسين أو المئة أو الألف عاما القادمة. لذا يسعدني أن نعمل ونتعاون مع المصريين لتحسين جودة التعليم الذي يحصل عليه المصريون الذين سوف يتحملون عبء الأجيال القادمة. سيادة السفير، لقد حضرتم جلسة المناقشات الخاصة بالثقافة والهوية. كيف ترون مستويات المشاركة المختلفة بتلك الجلسة؟ لقد استمتعت كثيرا بجلسة الثقافة والهوية الوطنية، وكان المشاركون يتحدثون عن الهوية الإقليمية وما هي وسائل تقوية الثقافة وما هو النظام الذي يجب اتباعه لمعالجة تلك الأهداف. ولقد انبهرت كثيرا بثراء الآراء وتنوع وجهات النظر التي تم التعبير عنها، وسمعت أن هذا سوف ينعكس على التشريعات والسياسات التي سيتم تبنيها، وهذا أمر رائع ومثمر جدا، ويتيح الفرصة لكل مصري كي يعبر عن نفسه. وبالتالي أود أن أهني المنظمين أولاً وكذلك المشاركون بالتعبير عن آرائهم، حيث إنني استمتعت بتلك المناقشات. لقد وصفت النقاشات بأنها مثمرة، ولكن هناك ادعاء بحكم مسبق يقول إن الحوار الوطني المصري لن يفضي إلى شيء. ما هو رأيكم على مثل هذه الادعاءات؟ لا أتفق مع هذا الرأي. لقد حضرنا وتابعنا المنتدى، وكان المشاركون يعبرون عن آرائهم بحرية، حيث كانت هناك وجهات نظر مختلفة تنتمي إلى خلفيات متباينة، أيضا فيما يتعلق بالمراحل العمرية والأقاليم. إذن هذا الحوار يمثل فرصة ثمينة للجميع كي يعبروا عن أفكارهم في تلك المنتديات العامة، والأمر يتعلق بممارسة القيم الخاصة بالحوار الوطني. ولذلك أنا أهنئ المشاركين بهذا الحوار، فأنا مستمتع به. أنا سعيد كونك تستمتع بالحوار الوطني المصري. جزيل الشكر لوجود سيادتكم معي في تلك المقابلة التلفزيونية. شكرا جزيلا لك. في نفس السياق وعلى هامش جلسات الحوار الوطني، تابع مع حضراتكم الآن لقاء مع المهندس أحمد عمر، أجرى هذا اللقاء الزميل عزيز كريم بيبرس. استمرارا للمحور السياسي في الأسبوع الثاني، وتحديدا موضوع الأحزاب والتشريعات الخاصة بالأحزاب وآلية التعامل مع الأحزاب، معي الآن ضيفي المهندس أحمد عمرو، وهو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا ممثل عن حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا سميك. بنتكلم يا فندم عن يعني هذا الموضوع الشائك، يعني الذي يعني شاهدنا الأسبوع الماضي نقاش طويل حول آليات التمثيل النيابي بشكل عام والقائمة المطولة والقائمة النسبية، ولكن بالإضافة للقائمة المطولة والنسبية هناك أيضا جزء تأسيس الأحزاب ليشاركوا في هذه الانتخابات. ما أهم النقاط التي شاركت بها اليوم، وهل من الممكن تطبيق هذه النقاط بحلول فعلية؟ صح. طب خلينا نقول ان احنا خلال، انا حضرت كان ليا شرف الحضور في جلسات في خلال الاسبوع الماضي، الحقيقه ان حصل تطور كبير جدا في النضج في الحاله الحواريه بشكل عام. النهارده من اول تلت الجلسه تقريبا واحنا بنتكلم في توافقات، هي مساحه المشترك كانت اكبر بكتير من مساحه الاختلاف. اجمعنا كلنا على اهميه الاحزاب السياسيه واهميه دورها كمؤسسات فاعله في التنميه السياسيه، ودورها كوسيط ما بين الدوله وبين رجل الشارع، ودورها طبعا كمحاضن للشباب في ممارسه العمليه السياسيه وممارسه النشاط العام بشكل عام. النهارده احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين يعني عرضنا طرح لمشروع قانون. هو طبعا احنا بنتكلم في يعني يمكن اوجه الاختلاف الوحيده هي هل احنا محتاجين تعديل في القانون ام محتاجين مشروع قانون جديد. احنا كان رؤيتنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان يعني قانون سنه 77 وتعديلاته حتى التعديل الاخير لغايه دستور 2014 للاسف الشديد
يعني فرغ القانون من مضمونه وجعله بلا فلسفة متكاملة وجعله غير متسق مع النظام السياسي التعددي المطروح في دستور 2014. حضراتكم شايفين ايه يعني اهم النقاط اللي المفروض تضيفوها للقانون عشان يصبح يعني مليء او يصبح فاري يعني مقارنة بكلام حضرتك؟ طيب احنا دلوقتي بنتكلم في سؤال، هل بناء على الكلام اللي انا قلته القانون اللي هو غير متسق مع الدستور وفرغ من مضمونه نتيجة التعديلات المتكاثرة لغاية لما القانون أصبح مرقع، وبرضه من ضمن الحاجات إن هو بلا رؤية متكاملة، يعني إحنا دايماً بنطرح في العمل السياسي ما يسمى بالإنتجريتد بوليسي ميكينج، أي مشروع سياسي أو مشروع للسياسات العامة لابد أن يتكامل مع بقية مشروعات الدولة وينبغي أن يتسق مع الدستور أولاً، فبناء عليه إحنا طرحنا إن لابد من مشروع قانون جديد لا يكفي التعديلات. هذا المشروع يعني شايف حضرتك هل في نقطة معينة لازم التركيز عليها بالزبط. عشان نقدر نقول القانون ده فاري وقابل للتطبيق؟ احنا طبعا بنطرح مجموعة من الملامح للقانون اهمها على الاطلاق ما اتفق عليه داخل الجلسة، وهو اعطاء القدرة التمويلية للاحزاب. الاحزاب محتاجة توسعة للانشطة التمويلية، محتاجين نرجع تاني دعم الدولة للأحزاب فيما يتعلق بالتمويل المباشر، وطبعا احنا حطينا مجموعة من الشروط والسياسات داخل الجلسة وكلها انا شايفها يعني اطروحات يعني راقية ويعني تنطبق على الحالة اللي احنا فيه. برضو من ضمن الحاجات محتاجين ندي الأحزاب استثناءات او امتيازات زي اللي موجودة للجمعيات الأهلية. الجمعيات الأهلية لها امتيازات خاصة بالتمويل، الكلام ده كأحزاب، وأحزاب دي مؤسسات مجتمع مدني بالمناسبة، وبالتالي هي لابد لها من مجموعة امتيازات خاصة زي اللي موجودة في الجمعيات الأهلية، ولكن ما يعملش لبس ما بين القوانين والامتيازات الخاصة بين الأحزاب والجمعيات الأهلية ويحصل لبس يعني في فكرة التعامل مع الشارع، يعني هل هو حزب أم جمعية أهلية؟ لا هو حزب سياسي ولكن يعطى تسهيلات تمويلية على غرار الجمعيات الأهلية، ولكن فيما يتسق برضو مع العمل الحزبي، يعني في حاجات تنطبق على الجمعيات الأهلية لا تنطبق على العمل الحزبي. برضو من ضمن الحاجات في أمور يعني سهلة جدا، يعني احنا ندي الأحزاب يعني مساحات في النشاط التجاري والاستثماري. الأحزاب يعني مبدئيا ليها ان هي تفتح قنوات في الطباعة والنشر وغيره، عايزين طبعا نخليها إلكترونية دلوقتي، نحدث القانون ان زمان كانت الصحف الورقية هي الأساس، دلوقتي الصحف الإلكترونية هي الأصل، فبالتالي مع إعطاء القدرة دي مع في الاستثمارات والعمل التجاري احنا بندي الأحزاب فرصة انها توسع انشطتها التمويلية. ولكن فيما اهم النقاط اللي تم ناقشتها النهارده بالظبط، ولكن فيما يتسق مع العمل الحزبي ان ده طبعا شرط أساسي ان الأحزاب ليها خصوصية زي ما حضرتك اتفقنا كده عليه. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها هي ضبط العمل السياسي والممارسة السياسية. احنا كتنسيقية طرحنا ما يسمى بمدونة السلوك السياسي في الممارسة السياسية او ادبيات الممارسة السياسية او قواعد الممارسة السياسية، ممكن تخرج في شكل يا اما مواد يا اما تخرج في شكل لائحة تقوم عليها لجنة شؤون الاحزاب. طبعا طرحنا ان احنا القواعد دي يعني تنظم الحياة السياسية دون ان تقيد الحياة السياسية، وبناء عليه احنا مختارين مسطره في العقوبات. مدونه السلوك دي متعارف عليها في تجارب كثيره دوليه، احنا مختارين مسطره فيما يتعلق بالعقوبات هي تكون يعني تعمل الضبط ده وتعمل النظام ده ولكن دون ان تقيد حريه العمل السياسي. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا طرحناها في تنظيم العمل السياسي والقضاء على الفوضى الحزبيه، طبعا مع كثره الاحزاب اللي موجوده في الساحه السياسيه، هي ان احنا ندي الفرصه للاحزاب انها تعقد اندماجات وائتلافات وتحالفات من خلال مسار قانوني واضح. للأسف الشديد القانون الحالي ما بيديش إطار قانوني فيما يتعلق بالاندماجات والائتلافات وغيره، وأعتقد ده كمان نقدر نربطه بقانون مباشر الحقوق السياسية. بالظبط بالظبط صحيح. صحيح. شكرا جزيلا مهندس العفو على هذه المعلومات الوفية. شكرا جزيلا. يعني وكما رأينا هي أيضا عدد كبير من الأطروحات والأفكار المختلفة للتعامل مع الأحزاب، منها الدعم منها التمويل منها حتى التشريعات المختلفة التي يعني من الممكن أن تثري هذا القانون حسب بعض الأحزاب والتوجهات السياسية. هذه أيضا نظرة عن بعض الملفات التي تمت مناقشتها داخل اليوم الأول في الحوار السياسي في الأسبوع الثاني في الحوار الوطني. كل تأكيد نتابع مع حضراتكم طبعا آخر أخبار الحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني في محوره الثلاثة، لكن دلوقتي هنروح لموجز الثامنة وموجز أهم الأنباء مع دينا شرف. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرها الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية. ومن جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة. هذا وقد أعرب الزعيمان عن ارتياح لزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهة المعنية في الدولتين. هذا وقد تبادل الرئيس السيسي وسلطان عمان أرفع الأوسمة في البلدين احتفاء بزيارة سلطان عمان لمصر. أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية. وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، أكد المشاركون أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية والتواصل المباشر مع المواطنين. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه وجه ضربات لتجمعات من قوات الدعم شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم، نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من قوات الدعم. وأضاف الجيش السوداني أن مجموعات من الدعم السريع قامت باقتحام سفارتي باكستان وقطر وأتلفوا المحتويات داخل السفارتين. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم، وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديد المحافظ بزعامة ميتسوتاكس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي لمواصلة مناقشة سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب وخيمة إذ نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. انطلقت مهمة ناسا AX2 لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية دراجون 2 بمشاركة رائدين سعوديين. وتحمل المركبة الفضائية 4 رواد فضاء لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس. حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم ضمن قوام
المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بتونس بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة. وأوضحت القوات المسلحة أن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية حصلوا على 24 ميدالية متنوعة بواقع 17 ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وأشاد سيادته بالعلاقات التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطنة عمان، واللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتؤكد حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة اللي بتحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية. بكل تأكيد زيارة مهمة، هنقرأ تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور، يا رب حضرتك. صباح الخير. يعني في البداية أهمية هذه الزيارة، واحنا بنتكلم عن وقت دقيق بيمر به العالم، مش هنتكلم عن المنطقة العربية فقط، لكن قراءة حضرتك لهذه الزيارة ودلالتها يعني في هذا التوقيت، خاصة أنه هذه هي الزيارة الأولى إلى بلد عربية خارج منطقة الخليج. يعني خلينا الأول يعني أقول لحضرتك أنه الزيارة اللي بيقوم بيها جلالة السلطان هيثم إلى القاهرة بصفتها الزيارة الأولى فعلا خارج منطقة الخليج العربي منذ توليه، بتدلل على جزء مهم جدا في العلاقات المصرية العمانية، وهي أنه عمان علاقتها بمصر ليست علاقة عادية، إنما هي علاقة قوية ممتدة أصلا تاريخيا، ويمكن في العصر الحديث زادت عن 50 سنة من العلاقات السياسية بين الدولتين. كمان في نقطة السنة اللي فاتت تقريبا بمرور 50 عام على العلاقات. طبعا في نقطة مهمة جدا في العلاقات ما بين مصر وبين عمان، انه في تطابق في العلاقة ما بين الشعبين نفسهم، مش بين القيادات السياسية فقط، انما بين الشعبين، بين الشعب المصري والشعب العماني، في تطابق في عادات وتقاليد ويعني اسلوب حياة بين الشعبين. حرص جلالة السلطان هيثم على زيارة القاهرة في التوقيت ده تحديدا، ده لأنه في تطابق أيضا في الرؤى السياسية بين الدولتين. يمكن لو احنا راجعنا العلاقات السياسية بين الدولتين هنلاقي عمان من أكثر الدول العربية مساندة للدولة المصرية. يمكن ده شفناه في أزمات كثيرة جدا، خصوصا في أزمة المقاطعة، ويمكن في جملة شهيرة جدا معروفة قالها جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه، لما قال مصر لا تعزل ولا تموت، لما حصلت المقاطعة بعد ما مصر بدأت تاخد خطوات باتجاه اتفاقية السلام. عمق العلاقة دي هو اللي خلى حرص جلالة السلطان على زيارة القاهرة في هذا التوقيت، في أزمات كبيرة جدا بتضرب العالم وبتتأثر بيها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه في تطور كبير حصل في المنطقة العربية، في حرص على إعادة اللحمة مرة أخرى إلى المنطقة العربية، في تبادل رؤى بين الدولتين، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السلطان. يمكن ده شفناه في كمان في الاستقبال اللي شفناه لجلالة السلطان بالأمس والمدفعية لما ضربت 21 طلقة، ده تأكيد على اعتزاز مصر بهذا الضيف الكريم الذي حل على أرض مصر. صحيح، ثلاث ملفات مهمة جدا كانت موجودة وتمت مناقشتها بالأمس. هناك ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين الدولتين ووضع الجالية المصرية الموجودة هناك التي تسهم في عملية التنمية في السلطنة. هناك ملف آخر متعلق بالانفتاح العربي على إيران، وده ملف غاية في الأهمية، بالإضافة أيضا إلى العلاقات بشكل عام بين مصر والسلطنة وتأثيرها على القضايا المختلفة والشائكة الموجودة في تسوية قضايا المنطقة بشكل عام. لكن عايز أعرف من حضرتك أهمية هذا التوافق وانعكاساته على تحقيق رؤية الدولتين، رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة التي وضعها السلطان قابوس 2040. شوف
عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني يمكن من ضمن الملفات اللي حضرتك ذكرتها ملف مهم جدا وهو العلاقات مع ايران. السلطنه ما يميزها في علاقاتها ان هي عندها توازن شديد جدا في العلاقات مع كافه دول المنطقه. يمكن ده بيبقى مدخل مهم جدا لازمات كثيره لايجاد حل ليها. ده بيخلينا يعني نقف عند نقطه مهمه جدا، وهو انه في ازمات ضربت في المنطقه العربيه خصوصا منطقه الخليج العربي، كانت عمان ليها دور كبير جدا في حل هذه الازمات او حلحله هذه الازمات. ده بالاضافه لنقطه مهمه، مصر بتحرص بشكل كبير جدا على تحقيق الامن والسلام والاستقرار، لانه ده مبدا اساسي في الدبلوماسيه المصريه. نفس المبدا موجود في عمان، عمان بتحرص على انه الشعوب تنعم بحاله من الاستقرار والسلام عشان تحقق تنميه حقيقيه. تطابق الرؤيه دي في هذا او في هذا الاطار بيخلينا دايما العلاقات ما بين مصر وعمان من العلاقات القويه والمتجذره. نيجي لنقطه ثانيه وهو الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي اصلا في العلاقات بين مصر وعمان مش في الفتره او في العصر الحديث فقط، انما لا ده هو ممتد لفتره طويله جدا، يمكن بنقول لاكثر من 3000. يمكن السيد الرئيس تحدث عن هذا الجزء بالذات وقال ان احنا امتداد العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر وعمان من اكثر من 3500 سنه. البعض يعني ممكن ما ياخدش باله من نقطه مهمه جدا، احنا مصر القديمه لما كانت بتقوم باستيراد اللبان من عمان، اللبان ده بيدخل في صناعات طبيه كتيره جدا، ولذلك احنا لما نشوف حجم التبادل التجاري بين الدولتين هو اللي يخلينا نقول ان الملف الاقتصادي بين مصر وعمان ليه واصل للمرحله اللي احنا شايفينها، ان احنا بنقول عليها ان احنا النهارده حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل لحوالي مليار و100 مليون دولار في 22، وده حصل يعني حقق زياده كبيره جدا حوالي 64% عن 2021. وده برضو بيرجع ليه يمكن الزياره اللي قام بيها السيد الرئيس في يونيو 22 لسلطنه عمان، يمكن دي برضو كانت اول زياره ليه لسلطنه عمان بعد تولي جلاله السلطان في زياره ثانيه في 2018 تقريبا. دي كانت في فتره كانت فتره سلطان قابوس رحمه الله عليه. خلينا اقول لحضرتك انه بعدها اتكون المنتدى رجال الاعمال المصري العماني، واللي يمكن اجتمع في يونيو 22، والنهارده في اجتماع لهذا المنتدى. هذا الحجم او هذا الزخم من العلاقات الاقتصاديه بيعبر لنا على قد ايه في تعاون كبير بين الدولتين، خصوصا انه يمكن كان في عدد من الاتفاقيات تم توقيعها في الزياره السابقه، حوالي اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم شملت قطاعات مختلفه، سواء التعليم سواء الرياضه الماليه التبادل الجمارك الضرائب، يعني في ملفات تم فتحها والتحرك عليها. لما نعرف انه أكثر من 700 شركة مصرية موجود ليها أفرع في عمان، فده برضو يورينا قد إيه حجم العلاقة الاقتصادية ما بين مصر وما بين عمان في هذه المرحلة. ويمكن النهاردة برضو هيكون في عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات هيتم توقيعها. يمكن زي ما حضرتك قلت فكرة أنه كان مصر أو سلطنة عمان يعني بيتفقوا أو بيسيروا حسب نفس النهج، يعني إن كان مصر أو عمان يتبنوا نهج أنه الحياد، لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نسمح لأحد أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أيضا. حتى على سياق أو على صعيد الملف الاقتصادي زي ما حضرتك قلت، يمكن العلاقة بين مصر وسلطنة عمان يعني ضاربة في العمق والقدم الحضارة المصرية القديمة وأيضا الحضارة العمانية، وسجل بالفعل على جدران المعابد التبادل التجاري بين الحضارتين. طيب بما أن احنا بنتكلم دلوقتي عن الملف الاقتصادي وهذا التبادل التجاري القديم، الحقيقة كل دولة منهم ليها في عندها مزايا تنافسية الحقيقة. يمكن حتى وإحنا نتكلم عن عمان، هي سلطنة عمان ليها هي اقتصاد ناشئ وأيضا في العديد من المزايا والفرص. بالطبع كمان مصر هي أكبر سوق عربي، يعني احنا بنتكلم عن عدد السكان. ازاي ممكن يحصل هذا التبادل التجاري، وازاي ممكن واحنا بنتكلم عن الملف الاقتصادي هي يجب ان تفيد كل دوله الاخرى وتستفيد ايضا حجم فرص، يعني هو كل دوله بتستعرض حجم الفرص اللي موجوده عندها. ويمكن ده شفناه في اللقاءات السابقه، سواء كان الاجتماع اللي حصل في القاهره خاص بمنتدى رجال اعمال المصري العماني اللي تم في القاهره، ويمكن مصر عرضت فيها الفرص اللي موجوده عندها سواء في المشروعات الجديده او
سواء في شرق بورسعيد أو في العاصمة الإدارية أو في العالمين الجديدة، الفرص الاستمرارية في الطاقة المتجددة، وفي يمكن في مشروع من المشروعات المهمة الخاصة بالطاقة المتجددة تم يعني العمل عليه لإحدى الشركات العمانية، تم التوقيع على هذا المشروع. يمكن برضو في كمان خاص بالتعاون في مجال الصناعات البحرية، عمان من الدول اللي ليها يعني باع كبير جدا في هذا المجال. مصر عندها تطور كبير جدا في الصناعات البحرية حققته في خلال الفترة اللي فاتت ونجحت فيه، يمكن ده شفناه في الاتفاق اللي تم ما بين الدولتين في قطاع النقل البحري. خليني أقول لحضرتك كمان أنه عمان الاستقرار اللي هي بتنعم بيه والفرص او المميزات اللي بتطرحها لرجال الاعمال، ده اللي شجع على زياده عدد المستثمرين المصريين اللي موجودين في عمان، وده اللي مخرجاته احنا دايما بنقيمها من خلال الارقام ان احنا بنشوف حجم التبادل التجاري بين الدولتين، هو ده اللي بيقول النتيجه الحقيقيه للاقتصاد حقق يعني منظور ايجابي ولا لسه متوقف عند نقطه معينه. حجم التبادل التجاري مليار و100 مليون دولار لعام 2022، اذا ما قارناه بالسنه اللي فاتت كان واصل ل 650 مليون دولار، اعتقد ان الزياده تفوق ال 65%، ودي زياده متوقعه نتيجه التوافق اللي حاصل ما بين الدولتين نتيجه اعمال اللجنه المشتركه كمان اللي كان ليها اجتماع مهم جدا شهر يناير من العام الماضي. هنتابع كل ده بالتفصيل، لكن خلينا نروح كمان نشوف الاهتمام اللي حازت عليه وسائل الاعلام خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بسبب هذه الزيارة، من قبل الإعلان عن هذه الزيارة وأثناء الزيارة وما زال برضو وسائل الإعلام بتتكلم عن هذه الزيارة المهمة. الصحف العالمية اهتمت اهتمام كبير جدا بزيارة السلطان هيثم بن طارق الأولى إلى مصر، وأبرزت الصحف أهم الملفات والقضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمة في القاهرة. يعني الصحف العمانية وصفت الزيارة بالتاريخية لأنها بتترجم العلاقات الراسخة بين مسقط والقاهرة، خاصة أنه في توافق في الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. ركزت الصحافة العمانية على زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان إلى القاهرة، ووصفت جريدة الرؤية العمانية في افتتاحيتها بقلم رئيس التحرير حاتم الطائي الزيارة بالتاريخية، وإنها بتترجم العلاقات الراسخة بين مسقط والقاهرة. وأكدت الافتتاحية أن مصر وعمان صاحبتا مواقف متطابقة ورؤى سياسية مشتركة إزاء العديد إن لم يكن كل القضايا حول العالم، وده بينبع من الإيمان العميق بمدى حرص البلدين على التطور والازدهار ومصالح الشعوب، والتزاماً بنهج الحياد الإيجابي والسعي المشترك نحو التنمية التي تعود بالنفع على الشعوب. واعتبرت جريدة الرؤية أن هذه الزيارة تمثل دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين عمان ومصر، وبتنطوي على أهمية كبرى سياسياً واقتصادياً، وستعود فوائدها بالخير العميم على شعوب المنطقة. أما صحيفة عمان فأكدت أن زيارة سلطان عمان إلى مصر تأتي في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن الزيارة تأتي في ظل التنسيق العربي بين عمان ومحيطها وتعميق التعاون مع القاهرة. وذكرت صحيفة الوطن العمانية أن زيارة سلطان عمان الحالية تستند على العلاقات الوطيدة، خاصة عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي عمان في يونيو 2022، وتم حينها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات تعزيز المنافسة وترويج الاستثمار. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير الإشادة الواسعة من الصحف العمانية بهذه الزيارة إلى مصر، هرجع تاني لحضرتك مرة تانية يا دكتور، يعني هذه الإشادة من الصحف وردود الأفعال كيف تقرأها؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه يمكن الوصف بأن هي دي زيارة تاريخية، يمكن ده وصف مهم جدا، لأنه وصول جلالة السلطان إلى القاهرة وتبادل كمان أرفع الأوسمة بينه وبين الرئيس المصري، هو ده اللي بيورينا قد ايه في قوه في هذه العلاقه ما بين الدولتين. صحيح، يمكن كمان فكره الصحف يا فندم هي اكثر، هي كمان نبض الشارع، يعني الصحف كمان تنقل فكره انه الشعبين ان كان المصري او العماني. احنا ده شفناه كمان لما يعني دايما لما بيبقى في زياره ما بين او زيارات ما بين القاده، لما بيتم يمكن الصحف دايما بتبقى حريصه على ان هي تنقل الحاله الموجوده داخل الدولة سواء كان على مستوى القيادة أو على مستوى الجماهير، ويمكن ده واضح في الصحف العمانية وأيضا في الصحافة المصرية. يمكن الصحافة المصرية برضو النهاردة في احتفال كبير جدا من منذ الأمس بوصول جلالة السلطان للقاهرة،
وده زي ما حضرتك ذكرتي انه بيعبر عن الحاله الخاصه بالشعوب وايضا الخاصه بالمسؤولين السياسيين على مستوى الدوله. خلينا اقول لحضرتك انه الاعلام نفسه وحرصه الشديد على متابعه كل تفاصيل الزياره ده دليل على اهميه هذه الزياره، وفي هذا التوقيت بالذات احنا عندنا ازمات كتيره جدا، يمكن لسه منتهيه القمه العربيه في جده، القمه كان ليها مجموعه من المخرجات المهمه جدا، مهم ان يبقى في تنسيق دائم ما بين الاشقاء العرب في لتنفيذ هذه القرارات، في رؤيه واضحه ما بين مصر وما بين عمان خاصه بالقضيه الفلسطينيه، وايضا بالنسبه للوضع في السودان، وايضا بالنسبه للتطور الكبير جدا الخاص في او اللي حدث في الملف السوري. عمان زي ما يمكن حضراتكم ذكرتوا يمكن من البداية قلنا أنه هي عندها موقف مهم جدا، وهو موقف الحرص على أنه يكون في حالة من الاستقرار والأمن في المنطقة العربية، وده يعني بيحقق دايما نتائج إيجابية لأي ملف من الملفات اللي بيتم التحرك فيها. عظيم. في لجنة مشتركة زي ما كنا بنتكلم من شوية بتجمع بين مصر وسلطنة عمان، وكان آخر اجتماع ليها الاجتماع رقم 15 في يناير من العام الماضي، وتم توقيع عدد كبير جدا من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، في مجال التعليم، في مجال الإعلام، في مجال الرقمنة، في مجال الإسكان والتنمية الحضرية. أهمية وجود لجنة مشتركة بين مصر والسلطنة. شوف خليني يمكن عايز أقول لحضرتك أنه يمكن النهاردة كمان في الاجتماع لهذه اللجنة في التوقيت الحالي، في اجتماع لهذه اللجنة. أهمية اللجان دي أن هي دايما بتبقى بتعمل حالة متابعة مستمرة لما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة، وبتحرص على تطوير هذه العلاقة، ويمكن دي من ضمن مخرجاتها أو من الآثار الإيجابية اللي أثرتها حرص على استمرار هذه اللجان. ويمكن زي ما حضرتك ذكرت كده النشاط اللي حصل في الفترة الأخيرة من هذه اللجنة هو اللي كان نتيجته زيادة حجم التبادل التجاري. يمكن شفنا ده في اتفاقيات اللي تمت سواء كان في مجال الشباب والرياضة أو في مجال التعليم العالي أو اعتماد الشهادات الأهلية في بين الدولتين للمؤسسات التعليمية بين الدولتين، في مجال صناعة الدواء في تطور كبير جدا في الملف ده، في مجال صناعة النقل البحري في تطور أيضا حصل في خلال الفترة الأخيرة. النهاردة هنشوف اتفاقيات أخرى، يمكن وزارة المالية هيتم توقيع، يعني كان تم توقيع اتفاقية أو بالأحرف الأولى، النهاردة هيتم تنفيذ بقية البنود الخاصة بالاتفاقية الخاصة بالازدواج الضريبي. عايز أقول لحضرتك أنه الاجتماعات الخاصة باللجان المشتركة دي بيبقى أثارها إيجابية بشكل كبير جدا، لأن هي بتم دراسة فيها إما العقبات اللي واجهت التحرك في الفترة السابقة أو يعني التحرك على ملفات جديدة في الفترة القادمة، ودي يمكن أثرها هنشوفها في الفترة اللي جاية. في نفس السياق أيضا يا فندم، كان حصلت مباحثات بين سيادة الرئيس أيضا وسلطان عمان بخصوص سبل تبادل التجارب والرؤى المتعلقة بتحقيق التطوير المؤسسي، أيضا تحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين. رؤية حضرتك لدي نقطة عادية. يمكن ده حصل بالأمس، كان في زيارة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الوفد العماني المرافق لجلالة السلطان هيثم، وتم في متابعة التحرك اللي حصل في الجهاز الإداري للدولة. مصر عرضت تجربتها في التطور الخاص بالجهاز الإداري وكيفية اختيار العناصر والمنافسة وتحقيق المنافسة بينهم واختيار البرامج الجديدة، ويمكن ده مهم جدا بالنسبة للدولتين. الدولتين عندهم رؤية خاصة بالتنمية المستدامة، مصر عندها رؤية خاصة بالتنمية المستدامة 2030، عمان عندها رؤية وضعتها خاصة ب 2025 و 2040 2040. يمكن دي الرؤيتين دول الخاصين بالتنمية المستدامة في ملفات كتيرة جدا فيهم تم التحرك عليها خاصة بالجهاز الإداري، لأنه تطور الجهاز الإداري بيبقى ركيزة أساسية لأي تحرك لأي دولة في اتجاه إحداث حالة من النمو. ده لو كان في عقبات داخل الجهاز الإداري فبتعيق بشكل كبير جدا التحركات، سواء كان الاستثمارات سواء كانت تحركات على المستوى التنمية المجتمعية،
كل ده بيأثر فيها الجهاز الإداري. لذلك ملف الجهاز الإداري بيعتبر من الملفات المهمة والركيزة اللي بيتحرك عليها أي رؤية للتنمية سواء كان في مصر أو في عمان. عظيم. دكتور، خلينا متفقين أن في هدوء واستقرار نسبي كده في العالم العربي خلال الفترة الماضية، هدوء الأوضاع في اليمن بشكل كبير جدا، عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية ومساعدتها في عودة الأوضاع السياسية مرة أخرى خلال الفترة القادمة، لكن ما زال هناك قضايا موجودة على الساحة، ما زال هناك أزمات في المنطقة سواء في السودان في ليبيا، نجد القضية الأم للعرب وهي القضية الفلسطينية. إزاي شايف هذا التوافق والتطابق في الرؤى ما بين مصر والسلطنة ممكن ينعكس على مثل هذه القضايا؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه يمكن التطابق في الرؤية ما بين مصر وما بين سلطنة عمان في الملفات السياسية كان سبب أساسي في حلحلة الأزمة الخاصة بالقضية الأزمة السورية، ويمكن ده كان برضو ليه دور كبير جدا في الوصول إلى أن احنا نوصل ليه قمة عربية كاملة العدد في القمة الأخيرة، وده نقطة إيجابية أو مؤشر مهم جدا بيخلينا نقول أنه ممكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يحصل عندنا حالة استقرار في المنطقة العربية. ولكن يمكن زي ما انت حضرتك ذكرت كده اللي هو احنا عندنا ما زال هناك ملفات يعني في حالة عدم استقرار فيها، سواء كان في الملف السوداني أو في الملف الليبي أو في الملف الفلسطيني، وخصوصا أنه القضية الفلسطينية هي القضية الأم بالنسبة للمنطقة العربية. مصر وعمان يمكن عندهم ثوابت أساسية في هذه القضية، القضية الفلسطينية، وهو ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل بشكل حقيقي على الأرض، وليس مجرد التحرك باتجاه عملية السلام لمجرد انعقاد اجتماعات. يمكن مصر دايما بتؤكد على هذا الجزء، وإذا كان هناك رغبة من المجتمع الدولي لتحقيق استقرار في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يكون هناك حل جذري لعملية السلام. مصر بتتحرك في القضية الفلسطينية بصفتها أنه دي القضية الأساسية بالنسبة للمنطقة العربية، وإذا تم حل هذه القضية سيحدث استقرار في المنطقة العربية بشكل كامل، ويمكن ده بيتطابق أو بتتطابق في الرؤية بالنسبة لعمان. عمان ليها دور وعلاقات مع الأشقاء في السودان. مصر أيضا حريصة على أنه الملف السوداني لابد أن يحدث فيه تقدم بشكل كبير نحو الاستقرار، لأنه الخاسر الأكبر في هذه العملية هو الشعب السوداني من هذه الأزمة، وأيضا المنطقة العربية ستتأثر سلبا، وستحدث يمكن حسب وصف الرئيس في كلمته أمام القمة قد تكون هناك كارثة نتيجة عدم استقرار السودان، على ستصل هذه أو أثار هذه الكارثة على المنطقة بالكامل. لذلك يجب على الجميع أن يتفق أنه لابد من الوصول إلى اتفاق وإيقاف. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم على هدنة موجودة النهاردة تبدأ أثارها، نتمنى أنه يحصل ده ويبدأ التحرك مرة أخرى في الاتجاه الحل السياسي. مصر وعمان شايفين أنه أي قضية موجودة على مستوى العالم أو في المنطقة العربية لا بديل عن الحل السياسي، لأن الحلول العسكرية دائما أثارها بتبقى سلبية بشكل كبير جدا، سواء على الدولة وممتلكاتها أو على الشعوب كمان ومقدراتهم. صحيح. أو على القضية نفسها، لأن بتتشرذم القضية بيحصل تحرك خارج الإطار الطبيعي. إحنا النهاردة يمكن مصر وعمان أيضا بيتطابق رؤيتهم أنه لابد من حل كافة الأزمات والقضايا العربية داخل المنطقة العربية وليس صحيح. خارجها. صحيح. طيب يا فندم، توقعات حضرتك لمخرجات هذه الزيارة بشكل عام، وأيضا هذه المخرجات كيف ستنعكس على البلدين؟ يعني عايز أقول لحضراتكم أنه إن شاء الله بإذن الله يعني الزيارة اللي هتنتهي اليوم هيكون لها أثار إيجابي بشكل كبير جدا، خصوصا أنه يمكن في لقاءات تمت ما بين الوزراء، وفي اللقاء اللي حصل القمة اللي تمت بالأمس ما بين السيد الرئيس وبين جلالة السلطان تم فيها تبادل الرؤى في عدد من الملفات، خصوصا الملف الاقتصادي والملفات السياسية. الفترة اللي جاية هيبقى فيه تحرك بشكل كبير جدا ما بين مصر وما بين عمان، خصوصا هم اتفقوا على ضرورة أن يكون في تحرك على بشكل إيجابي على يعني بشكل أكثر قوة على القضية ملف الخاص بالأوضاع في ليبيا، لأن استقرار الأوضاع في ليبيا هيحقق استقرار بشكل كبير جدا في المنطقة، وأيضا مساعدة الأشقاء في السودان على الخروج من المأزق اللي موجودة في السودان. القضية الفلسطينية يمكن في تحركات بالتعاون مع الشركاء الدوليين
أو المنطقة الأشقاء في المنطقة العربية للوصول إلى حل كامل لعملية السلام في الشرق الأوسط. كل الشكر لك يا فندم، شرفتنا ونورتنا دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف، ألف شكر لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. امبارح كان في احداث رياضية كتير جدا على المستوى الدولي والمحلي، ونبدأ من الدوري المصري وفريق بيراميدز اللي صعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري ممتاز بعد الفوز على غزل المحلة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة 29 من عمر المسابقة. وبالنتيجة دي رفع بيراميدز رصيده ل 52 نقطة في المركز الثاني لجدول الترتيب، وتجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز ال 14. نادي الإسماعيلي فاز على حرس الحدود بهدف وحيد أحرزه محمد الشامي في الدقيقة 56 من عمر المباراة اللي أقيمت امبارح باستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة 29 للدوري. بالنتيجة دي نادي الإسماعيلي بقى في المركز 11 برصيد 32 نقطة، ونادي حرس الحدود في المركز 18 والأخير برصيد 16 نقطة. إدارة نادي سيراميكا أعلنت التعاقد مع حلمي طولان رئيسا لجهاز الكرة ومديرا فنيا للفريق خلفا لمعين الشعباني، ويضم الجهاز المعاون لحلمي طولان مجدي علام مدربا عاما، والدكتور ممدوح المحمدي مدربا عاما أيضا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. حالة من السعادة سيطرت على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراتهم ضد إنبي يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري ممتاز، وخاض اللاعبين جانب من التدريبات البدنية في الجيم والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وقاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أعلن القائمة اللي هيخوض بيها الفريق مباراة الداخلية النهاردة باستاد السويس الجديد، وده في إطار مباريات الجولة 29 ومسابقة الدوري ممتاز. واستمر غياب الخماسي عمر جابر وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي، وانضم ليهم أحمد بالحاج، بينما ضم أوسوريو اللاعب الشاب محي جمعة. فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مدير الفني أحمد عاشور خسر أمام نظيره مولودية بوسالم التونسي المنظم 3-2 في نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة بتونس. هنروح لملاعب الكرة العالمية، والبداية مع الدوري الإسباني وفريق فالنسيا اللي فاز على الريال مدريد بنتيجة 1-0. المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023. وتراجع فريق ريال مدريد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، وفريق فالنسيا في المركز 13 برصيد 40 نقطة. أتلتيكو مدريد فاز على أوساسونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي فريق أتلتيكو مدريد بقى في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وضمن المشاركة رسميا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، ووقف رصيد أوساسونا عند 47 نقطة في المركز العاشر. ونروح للدوري الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا احتفل بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مواجهة تشيلسي اللي حسمها لصالحه بهدف دون مقابل على ملعب الاتحاد، وده ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
فريق برايتون فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنتيجة دي بيتواجد فريق برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما بقى ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة. نروح للدوري الألماني، فريق بروسيا دورتموند فاز على نظيره أوكسبورغ بنتيجة 3-0، وفي المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح في الجولة 33 من مسابقة الدوري الألماني بونس ليجا، وبكده بيتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف بايرن ميونخ، ووقف رصيد أوكسبورغ عند النقطة 34 في المركز الـ 14. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وجازلي علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. دينا بشكرك شكرا جزيلا، ومازال حديثنا عن رياضة مستمر والتاريخ يكتب بالأحمر بعد تأهل فريق الأهلي والوداد المغربي للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2023. الأهلي صنع رقم قياسي عالمي في التأهل للنهائيات، 23 نهائي في أقل من ربع قرن، وفي 22 نهائي الأهلي توج ب 17 لقب في القرن الحالي. لو دخلت عملت سيرش كده عن تصنيف الكاف الشهري هتلاقي يا اما الاهلي يتصدر او الاهلي يحافظ على الصداره. خلينا نعرف كل التفاصيل الخاصه بالارقام القياسيه الجديده للنادي الاهلي على المستوى القاري. معانا عبر زوم عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي، صباح الخير عليك. صباح الخير اخو محمد، وصباح الخير يا جمانه، وصباح الخير لكل مصر، وصباح الخير لكل اهل مصر. يا اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. عايزين نعرف الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي بعد وصوله لنهائي افريقيا. طبعا انا سعيد جدا ان اكون معاكم مره ثانيه استاذ محمد بعد ما صدتنا المره اللي فاتت وقلت ملك الاحصائيات وانا هقول عليك ملك الشاشات. على اي حال انا بكون سعيد جدا ان اكون في هذا البرنامج اللي بيقدم اعلام مستنير، وحبكون سعداء جدا ان احنا بنتابعكم، مش واحنا على الشاشه كمان لا، واحنا بنتابعكم كل يوم. النهارده احنا عايزين نقول طبعا مبروك للاهلي ومبروك للكره المصريه التاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد في نسخه 2023 اللي هتقام زي ما كلنا عارفين بنظام الذهاب والعوده، وهو ما يوفر يعني اكثر قدر من العداله عن اللي حصل السنه اللي فاتت او في النسخه اللي فاتت بتداعياتها. الاهلي وصل للمباراه النهائيه بجداره، بعد طبعا ما كلنا عارفين ان الموسم ده عانى كثيرا على مستوى ضمن المجموعات، ولكن في نهايه المطاف الاهلي شق طريقه للمباراه النهائيه، وزي ما انت قلت الاهلي حقق رقم قياسي عالمي. واحنا هنا بنتكلم على الارقام بنكون فخورين، واحنا بنتكلم عن اي فريق مصري سواء الاهلي او غير الاهلي فيما يتعلق بالأرقام المجردة التي تتحدث عن نفسها. الأهلي وصل للنهائي 23 في القرن الجديد، وتحديدا من 1 يناير 2001 أو من نهاية اللي هي السنة بتاعة 2000 اللي يعني محسوبة على القرن الماضي. الأهلي وصل للنهائي 23، فيش نادي في العالم وصل لهذا الرقم، ولذلك احنا بنقول انه طبعا انا بتكلم هنا على النهائيات القاريه. الاهلي وصل للنهائي 23 من ال 22 نهائي، زي ما اختنا العزيزه جمانه قالت الاهلي توج ب 17 لقب، وده يعني نسبه نجاح كبيره جدا، 17 من 22. نتمنى ونتطلع ان شاء الله انها تكون 18 من 23 ان شاء الله. طبعا الاهلي زي ما كلنا عارفين في القرن الجديد فاز ب 17 لقب قاري بواقع 8 ألقاب بدوري أبطال أفريقيا و8 ألقاب كأس السوبر الأفريقي ولقب كأس الكونفدرالية، وده يعني مش رقم بس ريكورد، رقم قياسي على مستوى أفريقيا زي ما قلنا، هو رقم قياسي عالمي يسجل باسم الأهلي. وإحنا بنشوف يمكن في الإحصائية اللي إحنا عملناها، وانا سعيد جدا بانه الارقام بتكون لها وقع مؤثر جدا، انه ريال مدريد اللي اخفق في انه يصل لنهائي دوري ابطال اوروبا هذا 2023 وصل يعني مكانه مانشستر سيتي اللي تاهل للمباراه النهائيه. ريال مدريد عنده 17 يعني لقى 17 مباراه نهائيه في عام في القرن الجديد، وبالتالي الاهلي هو سيد الارقام، واحنا سعداء جدا نشوف دايما الاهلي بيرتبط اسمه بالكره المصريه وبانه الاهلي المصري. وانا عايز اقول مره ثانيه من خلال
الاعلام المستنير اللي بيقدمه برنامج صباح الخير مصر من وعودنا به دائما انه هذه الالقاب القاريه لا تحسب باسم الاهلي، لانه الكاف في نظام وهو النقاط المتراكمه، ويمكن ربما نتكلم عليها في النقطه الثانيه. لكن عايز اقول انه وصول الانديه من اي دوله الى النهائيات او تتويجها بالالقاب القاريه هو نقاط مجمعه للاتحاد او للدوله نفسها، ولذلك هي ليست كما البعض عايز يشيع انه الاهلي يمثل نفسه او الزمالك يمثل، لا، الزمالك يمثل الكره المصريه، الاهلي يمثل الكره المصريه، ان شاء الله السنه اللي جايه فيوتشر هيمثل الكره المصريه زي ما فيوتشر وبيراميدز، وان شاء الله كل الانديه اللي هي بتتاهل تمثل الكره المصريه خير تمثيل، ويكون لها مننا كل الدعم على مستوى حتى على المستوى الرقمي وعلى المستوى الدعم الادبي والتشجيع طبعا. واللي مش عايز يشجع ما يشجعش يعني. طيب خلينا برضو نكمل كلامنا عن نهائي الاهلي والوداد 2023. يعني هو نهائي مكرر لنهائي 2022 في دوري ابطال افريقيا، هل دي اول مره يحصل فيها نفس الموقف؟ هل دي اول مره يتكرر فيها نفس الناديين في نسختين متتاليتين؟ انا عايز اقول لك جمانة انه بمجرد ما الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا 2023 على طول على السوشيال ميديا ظهرت النقطه اللي حضرتك بتسال عليها دي، لانه الاهلي السنه النسخه اللي فاتت كان الاهلي والوداد، والنسخه 2023 الاهلي والوداد ايضا. انا عايز اقول ان احنا سالنا السيستم، انا يعني بكل تواضع يعني احنا نفخر بان عندنا من مصر اكبر نظام احصائيات في العالم. انا سالت السيستم فورا وذكرنا انه كان في 82 نسخه نهائي، نسخه 82 نهائي نسخه 83، ومن حسن الحظ او من المصادفه انه كان الاهلي احد طرفي، كان طرفي النهائيين المتتاليين اللي كانوا بنفس الفريقين، كان الاهلي وكوتوكو في 1982، وكان الاهلي وكوتوكو ايضا في 1983، ولم تتكرر مره ثانيه منذ ذلك الحين الا في 2022 و2023 الاهلي والوداد، والاهلي والوداد 2022 الاهلي والوداد، و2023 الاهلي والوداد، وان شاء الله رب العالمين مع كل الاحترام طبعا نادي الوداد بيمثل يعني المغرب وهي بلد عزيز وعلى قلوبنا جميعا كمصريين، ان شاء الله الاهلي يحسم هذا اللقب باذن الله رب العالمين. عظيم. استاذ عبد العزيز، ازاي بيتم تصنيف هذه الانديه؟ ويمكن حضرتك ذكرت دلوقتي النقاط المجمعه، هل بتقاس بالبطولات ولا البطوله بيكون ليها عدد من النقاط؟ انا عايز اقول لك اخويا العزيز الاستاذ محمد انه دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، خاصه فيما تم يعني من جدال وسجال في الفترة اللي فاتت عن مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية وما إلى ذلك. أنا عايز أوضح بوضوح إنه إحنا عندنا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندنا تصنيف اسمه فيفا فايف سوري كاف فايف يير كلاب رانكينج، أو بالعربي تصنيف أندية الكاف التراكمي خمس سنوات. التصنيف ده بدا في سنه 2004، احنا بفضل الله يعني، وانا اسف يعني ان احنا طورنا هذا التصنيف وبيشتغل تلقائيا مع لذلك احنا بعد كل دور، هو التصنيف ده بيبدا من دور المجموعات، يعني بيصنف الانديه المشاركه بدايه من دور المجموعات، ومعروف في نهايه المطاف اللي بيفوز باللقب بياخد ست نقاط، والست نقاط دي من 2017، بس كان قبل كده خمس نقاط، وكان قبل كده اللي بيفوز باللقب بياخد، لكن حاليا اللي بيفوز باللقب بياخد ست نقاط، يعني الاهلي الان والوداد الاثنين ضمنوا كل واحد خد خمس نقاط، الخمس نقاط دي قوتها في 2023 في السنه اللي هي فيها بتبقى 10، يعني ان الاهلي سوري بتبقى اربع نقاط، يعني الاهلي لحد دلوقتي واخد 20 خمس نقاط، اسف 25 نقطه. الاهلي لو دوب بلقب هيبقى عنده ست نقاط اللي هي 6 في 5، قوه النقطه في السنه اللي فيها اللي الفريق اخذ فيها هذه النقطه بتبقى 5. النظام ده اسمه تراكمي، يعني السنه اللي فاتت اللي هي 2022 بتبقى قوه النقطه 4، واللي قبلها 3، واللي قبلها 2، وهكذا. الان الاهلي يتصدر هذا التصنيف من حوالي 3 سنين بشكل متواصل، بعد ما الاهلي وصل لنهائي
السنه دي الاهلي حافظ على تصفيات. الحقيقه لو الاهلي ما وصلش للنهائي في السنه اللي احنا فيها دي كان الوداد هو اللي هيتصدر، والوداد هو اللي وصل للنهائي كان الوداد هو اللي هيخطف صداره التصفيات. الاهلي هو المتصدر. انا يمكن بعت لكم انه الترتيب، ما اعرفش اذا كنتوا بتعرضوه ولا لا، لكن عايز اقول انه الاهلي بيتصدر برصيد 78 نقطه، يليه الوداد، يليه الترجي، يليه الرجاء، يليه صن داونز، يليه الزمالك المصري، ودخل فيه كمان بيراميدز. الحقيقه مش لاول مره، لانه كان بيراميدز موجود من السنه اللي فاتت. بيراميدز يتواجد في المركز التاسع في هذا التصنيف. يعني احنا عندنا ببساطه ثلاث انديه مصريه في التوب 10 في تصنيف انديه الكاف الشهري التراكمي خمس سنوات اللي احنا اتكلمنا. طيب التصنيف ده بيحسب بناء عليه ايه؟ هيحسب بناء عليه وفق قرار من الفيفا الأندية اللي ستشارك في كأس العالم للأندية اللي هي هتقام بنظامها الجديد 32 فريق لأول مرة سنة 2025. وإحنا عارفين إن كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الفورمات بتاع 32 فريق يعني هتحل محل كأس الكونفدرالية وهتقام في أمريكا. طيب احنا عندنا اربع فرق من افريقيا هيشاركوا في 2025. بكل بساطه بطل 2021 اللي هو الاهلي، بطل 2022 اللي هو الوداد، بطل 2023، بطل 2024. هنا الكلام. طيب بطل 2023 قد يكون الاهلي وقد يكون الوداد، ان شاء الله بيكون الاهلي. طب هيكون مين؟ هيرجعوا للتصنيف اللي احنا قلنا عليه واللي احنا قلنا لحضراتكم، اللي هو الاول الاهلي خلاص بره الموضوع لان الاهلي مشارك ك 2021. الوداد بره الموضوع لان الوداد مشارك كبطل 2022. الترجي هو ثالث التصنيف في الوقت الحالي، اذا الترجي اللي هيشارك. طيب السنه اللي جايه لو تكرر نفس الموضوع يبقى اللي هيشارك رابع التصنيف. لكن احنا بنتمنى وبنقول لجمهور مصر وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك ان احنا نتمنى ان شاء الله رب العالمين انه الزمالك عنده فرصه، لانه انا بشوف انه التعصب خلانا ان احنا حتى ان احنا نزيل فرصه الزمالك. لا، الزمالك عنده فرصه انه ان شاء الله يوصل للنهائي السنه اللي جايه في دوري ابطال افريقيا اللي هو 2024 اللي هيتحدد فيه الطرف الرابع في المشارك لكاس العالم ان شاء الله يكون مع الاهلي ويتنافسوا، واللي يفوز فيهم باذن الله يعني يكون تكرار لقمه القمم سنه 2020. وبالتالي نرجع للتصنيف ثاني، التصنيف التراكمي اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه ده، اللي هو مره ثانيه بنقول ترتيبه الاهلي يتصدر هذا التصنيف برصيد 78 نقطه، ثم الوداد، ثم الترجي، ثم الرجاء، ثم صن داونز، ثم الزمالك في المركز السادس. وهذا هو التصنيف اللي بيحسب عليه. النقطه اللي انا عايز اقولك كمان وباكد عليها انه في تصنيف تاني اللي هو بيطلع من نفس التصنيف ده اللي هو تصنيف الاتحاد. يعني كل اتحاد قاري اللي هو الكاف عنده تصنيف خاص بالاتحادات. طيب تصنيف الاتحادات ده بيحسب عليه، بيحسب على ما تقوم به الانديه بتاعته في البطولات القاريه. وبالتالي فان تتويج الاهلي باللقب وحصوله على ست نقاط كامله اللي هي 6 في 5 ب 30 نقطه في هذا العام، وايضا لو كان الزمالك مثلا وصل لنص النهائي كان هيتجمع عليه. يعني معانا فيوتشر ومعانا بيراميدز ايضا. طيب استاذ عبد العزيز، يعني اظن المقاطعه بتحسب للاتحاد، اظن المقاطعه طبعا، لكن اظن المقاطعه، لكن احنا خلاص يعني نظرا لضيق الوقت، شايف حضرتك انه ايه سبب تفوق الاهلي طبعا ما شاء الله برغم انه ادواته الفنيه بتتغير؟ هو طبعا الاهلي صرح رياضي مصري افريقي شرق اوسطي عريق. الاهلي مدرسه كبيره، وخاصه ان احنا بنتكلم على كره القدم. الاهلي طبعا معروف في افريقيا وفي العالم كله بانه هو فريق كره القدم من المعايير العالميه. احنا عارفين طبعا الاهلي هو بيتصدر قائمه دول العالم فيما يتعلق بالالقاب. الاهلي عنده 146 لقب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكونوا 147 لقب. والاهلي مدرسه على مدار التاريخ فيما يتعلق. انا من وجهه نظري المتواضعه ان الاهلي تاثر جدا من بعد 2013 بفعل توحش انا بسميها توحش عصر السوشيال ميديا. وتاثير السوشيال ميديا على الاهلي كان تاثير كبير جدا 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 بالسلب، لانه الاهلي هو الاكثر شعبيه. لكن رغم كل ذلك فان ادارات الاهلي
المتتابعه والمتعاقبه هي قادره على ان يعني تدير هذه بتحافظ دايما على وحده وتحفظ الفريق للأهلي الرياده. مظبوط طبعا، وبتحافظ على وحده الفريق، وبنتمنى له طبعا كل التوفيق كفريق مصري متصدر هذه القائمه. شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر، الف شكر لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية. ومن جانبه أشاد سلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وواصل المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة. هذا وقد أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين. هذا وقد تبادل الرئيس السيسي وسلطان عمان أرفع الأوسمة في البلدين احتفاء بزيارة سلطان عمان لمصر. أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية. وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، أكد المشاركون أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية والتواصل المباشر مع المواطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية، يصل إلى 3 شهداء إضافة إلى 3 إصابات أخرى إحداها خطيرة. وقال شهود عيان في المخيم إن قوات الاحتلال تنشر قناصاتها فوق بعض المنازل وتمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء الإصابات. وباستشهاد الشبان 3 في مخيم بلاطة ترتفع حصيلة الشهداء برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيداً. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه وجه ضربات لتجمعات من قوات الدعم شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم، نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من قوات الدعم. وأضاف الجيش السوداني أن مجموعات من الدعم السريع قامت باقتحام سفارتي باكستان وقطر وأتلفوا المحتويات داخل السفارتين. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم، وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي لمواصلة مناقشة سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 من 10 تريليون دولار. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع أثر غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية
مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيين باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. انطلقت مهمة ناسا AX2 لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية دراكون 2 بمشاركة رائدين سعوديين، وتحمل المركبة الفضائية 4 رواد فضاء لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس. Together we expand what is possible in low Earth orbit. Add Astra and Godspeed AX. حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بتونس بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة. وأوضحت القوات المسلحة أن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية حصلوا على 24 ميدالية متنوعة بواقع 17 ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. امبارح لجنة المحليات في الحوار الوطني عقدت أولى اجتماعاتها وأول اجتماعاتها عشان تناقش كل ما يتعلق بانتخاب المجالس المحلية وكمان قانون المحليات، بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة طبعا إلى أساتذة القانون. طيب خلينا في تفاصيل أكتر عن مناقشة قانون المحليات. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذ إسلام الجندي ممثل حزب العدل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أيضا النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مرحبا بحضراتكم، صباح الخير. يا اهلا بيكم، نورنا. طيب في البدايه هبدا مع حضرتك سياده النائب، بدون شك انه المحليات هي من ضمن القطاعات اللي ليها علاقه مباشره بالمواطن في الشارع وبتمسه بشكل مباشر، وعشان برضو نكون واقعيين في وقت كان في غياب بدور المحليات تماما في الشارع، عايز اعرف من حضرتك الدور المنوطة بالمحليات عشان الناس تفهم أكتر، وعايز أعرف أهمية طرح مناقشة هذا القانون في الحوار الوطني. يعني في البداية طبعا أنا بتشرف بوجودي مع حضراتكم، ويعني امبارح في لجنة المحليات في المحور السياسي في الحوار الوطني في الحقيقة كانت يعني لجنة ساخنة جدا، وكانت مناقشات يعني دارت حول قانون المجالس الشعبية المحلية، اللي بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي هو يعني غابت المحليات لمده تقريبا اكثر من 11 سنه. ترتب على ذلك انه بالفعل يعني اصبح عندنا حاله فراغ في الشارع، اصبح عندنا حاله غياب تام عن الرقابه الخاصه بمتابعه خطط الدوله والتنميه والتطوير ومراقبه الوحدات المحليه سواء على مستوى القرى او المدن او حتى على مستوى المحافظه. بالفعل المحليات هي عصب الدوله المصريه، المحليات هي يعني المحرك الأساسي لكل عمليات التنمية اللي بتتم على أرض الواقع. يمكن على مدار أكثر من 11 سنة كنا طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية عشان نستطيع من خلاله أن احنا نجري عملية الانتخابات، لكن للأسف يعني لم يعني خلال الفترات السابقة لم نوفق في هذه المهمة، لكن أعتقد أنه من خلال الحوار الوطني أصبح هناك طاقة أمل ونور جديد في هذا الملف اللي بعتبره من أهم الملفات اللي بتشغل بال الشعب المصري كله. زي ما تفضلت حياتك المحليات هي المواطن من أول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام. صحيح. تقريبا كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالمجالس الشعبية المحلية، كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالوحدات المحلية سواء في القرية أو في المدينة أو في الحي أو في المركز. امبارح كانت جلسات ساخنة جدا، وكانت نقاشات يعني كان شعارها الأساسي هو المصلحة العامة للدولة المصرية. الكل كان متجرد، الكل كان لديه أفكار ولديه
رؤى فيما يتعلق بشكل المجالس المحلية القادمة، شكل القانون اللي هيتم عليه الانتخابات القادمة، اختصاصات المجالس المحلية طبعا منصوص على معظم هذه الاختصاصات داخل الدستور المصري في المواد من المادة 175 للمادة 183. لكن في الحقيقة امبارح كانت يعني جلسات يعني استمعنا فيها وتحدثنا فيها عن شكل القانون القادم، وهل ان احنا هنعمل انتخابات بنظام القائمة النسبية ولا نظام القائمة المطلقة او الفردي او النظامين معا. في الحقيقة كانت يعني جلسات مثمرة جدا. ده عظيم جدا. طيب استاذ اسلام، يعني واحنا بنتكلم عن المحليات، اخر مجلس محلي كان في 2007، كان مقرر ان يكون في انتخابات مجلس محلي في ابريل من عام 2008 لكنها لم تجرى، وطول هذه الفتره زي ما كان سياده النائب بيتكلم ما كانش في مجالس محليه. مشكله القانون فين؟ يعني القانون هل محتاج تعديل ولا محتاجين قانون جديد؟ سؤال. الفكره كلها ان كان في مجلس محلي اوريدي في 2008 ويمكن تم حله بقرار مجلس عسكري في 2011 ومن وقتها الى الان ما فيش مجالس محليه. بالفعل احنا محتاجين قانون جديد، لانه احنا بنتكلم ان احنا محتاجين قانون مش لدلوقتي، احنا محتاجين قانون يكمل معانا ل 2050 و2070. فعشان تعمل دوت لازم تشتغل بشكل يواكب التطور اللي موجود في الدوله ويواكب الرقمنه اللي موجوده في الدوله. احنا بنتكلم في عاصمه اداريه موجوده، وضعها ايه في المحليات، وضعها في قانون، ده لازم يتحط في الحسبان. في محافظات موجوده لو احنا اشتغلنا بالتقسيم الامني السابق في المحليات، مثلا في الاداره المحليه، هنلاقي في محافظات زي الوادي الجديد والمطروح والمحافظات دي محافظات كبيره جدا هيبقى التقسيم فيها غير عادل، فمحتاجين برضو يبقى اعاده تقسيم اداري للمحافظات. كل دوت ملف مشتبك جدا فيما ما يتعلق بالاداره المحليه والمجالس المحليه. ويمكن من المميزات اللي اتعملت في الحوار الوطني فيما يخص لجنه المحليات انه قسم الاداره المحليه لقسمين، قسم خاص بالمجالس المحليه ودي قضية معينة في اللجنة، والقضية الثانية هي قضية الإدارة المحلية. ويمكن امبارح كان في الحوار الوطني كان الكلام فيما يخص المجالس المحلية ونظام الانتخابي ليها ورؤية القوى السياسية والمجتمع المدني عموما في رؤيتهم ايه للمجالس المحلية. وفي اوريدي في محافظات في احزاب قدمت مقترحات، ويمكن حزب العدل كان مقدم مقترح بدوت، التنسيقية كمان قدمت مقترح خاص بعد حوار دائم لمدة سنة كاملة داخل أروقة التنسيقية وصالونات التنسيقية، قدمت مقترحات خاصة بمجالس المحلية ورؤيتها للمجالس المحلية. وفي أحزاب أخرى برضو قدمت مقترحات، وده شيء كويس جدا بيقول إن في أمل إنه يبقى في مناقشات جاية الفترة اللي جاية فيما يخص تلك التوصيات يعني. فإن شاء الله بإذن الله إحنا بنتوجه إن يبقى في قانون خاص بالمجالس المحلية، قانون جديد غير الموجود. اكيد طبعا اللي موجود فيه حاجات كويسه جدا هنستفيد منها، ولكن ضروره وجود قانون من اول وجديد ده احنا بنتكلم في حاجه تمشي لغايه 2050 و2070، وده لازم نبقى حاطينه في الحسبان واحنا بنشتغل. طيب استاذ اسلام، برده في نفس السياق، يعني هل المشكله بتكمن مش هنقول فقط ولكن بشكل كبير في شكل الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية فقط، ولا ايه مشكلة المحليات في مصر؟ احنا يعني حتى واحنا بنبص فكرة المحليات ليها الحقيقة يمكن آلية تنفيذية وآلية رقابية، فين ده؟ احنا لما نبص حتى على المشكلات اللي احنا بنواجهها للمجتمع المصري بيواجهها بنلاقيها بشكل كبير جدا متعلقة بدور المحليات. هي الفكره كلها ان زي ما قلت الموضوع مشتبك لانه بينقسم لقسمين، قسم خاص بالاداره المحليه وقسم المجالس المحليه. المجالس المحليه يمكن في موضوع شائك، فكره النظام الانتخابي المتبع وازاي نقدر نمثل كل القوى السياسيه وكل الشعب المصري يكون ممثل زي مجلس النواب مثلا. بالظبط كده. ولكن مجلس النواب بشكل كبير جدا هو مجلس رقابي مش خدمي، فوجوده داخل قبه البرلمان افضل من وجوده ان هو بيؤدي خدمات في الدوائر. انما المجلس المحلي هو اصلا شغله ان يبقى موجود في الغياب. المجلس المحلي هو اللي خلى مجلس النواب يقوم بدور خدمه اعتقد خلال الفتره اللي فاتت وينشغل بقى عن وضع التشريعات وخلافه. بالظبط. وبالتالي احنا بنتكلم في نظام انتخابي، ودي العقبه اللي موجوده حاليا وان شاء الله باذن الله تتحل، فكره انه ازاي نوصل لنظام انتخابي. طيب شكل النظام الانتخابي برده عشان المشاهدين يفهموا، شكل النظام الانتخابي الموجود حاليا ايه اللي احنا محتاجين نغيره؟ اخر حاجه كانت النظام القوائم والفردي. ويمكن المحليات الفترة اللي فاتت كانت دي مشكلة كبيرة جدا فيها، انه ما بفيش تمثيل واقعي للمجتمع المصري. وطبعا احنا بنتكلم في ارياف ومدن ففي مختلف ثقافات موجودة، فاحنا عايزين نوصل لتمثيل حقيقي يراعي الناس كلها. فده عشان يحصل احنا كمان بنتكلم في ارساء حياة حزبية، ارساء حياة سياسية في مصر، فلازم نكون احنا كمان بنتكلم على ازاي ده
يحصل، وان ازاي الاحزاب دي تقدم مقترحاتها. صحيح. وتقدم رؤيتها داخل الدولة المصرية وللمجتمع المصري عموما وللشعب المصري. فده مش هيكون الا بنظام قوائم، احنا رؤيتنا انه في نظام قوائم موجود ايا كان شكله او ايا كان نسبته قد ايه، ده اللي احنا هنتكلم فيه الفتره اللي جايه. بس ده اللي كان تقريبا سياده النائب بيتكلم عنه في يعني. بس انا عايز نظام يعني وفي نفس الوقت برضه عايزين نعرف لو في كوتا مثلا للمراه. يعني انا عايز بس اوضح جزئيه معينه فيما يتعلق ب ايه اهميه او ضروره اصدار قانون المجالس المحليه جديد. الدستور المصري ل 2014 والمعدل 2019 في مواده نص على ان يعمل بالقانون الحالي لحين اصدار قانون جديد يطبق خلال 5 سنوات تدريجيا. وبالتالي نحن امام التزام دستوري بضروره اصدار قانون جديد للمجالس المحليه الشعبيه. يعني ما عندناش رفاهيه ان احنا ما نعملش قانون جديد. بالفعل الدستور الزمنا بضروره اصدار قانون جديد يتم بناء على عليه اجراء الانتخابات القادمه. فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، القوى السياسية كاملة، يعني امبارح تقريبا كان معظم القوى السياسية موجودة، معظم رؤساء الأحزاب ممثلين على الهيئات البرلمانية لمعظم الأحزاب المصرية، ممثلين على المجتمع المدني، نقابات عمالية، تقريبا مصر كلها كانت في القاعة موجودة امبارح، ممثلين عن العمال، عن الفلاحين، عن الشباب، عن الصعيد، عن يعني تقريبا ما فيش حد في الشعب المصري ما كانش ممثل داخل لجنة المحليات. الكل عرض وجهة نظره من منطلق ان احنا عندنا محددات دستوريه داخل الدستور الزمتنا بنسب معينه محدده لازم نلتزم بها. يعني الماده 180 من الدستور وضعت نسبه للشباب وللمراه وللعمال والفلاحين. يعني الماده 180 نصت على انه ان يكون عدد 25% من عدد المقاعد للشباب، 25% للمراه، 50% على الاقل للعمال والفلاحين. وبالتالي نحن امام نسب دستوريه محدده لا يمكن الا الالتزام بها بشكل كامل. وبالتالي فعند اختيارنا للنظام الانتخابي لازم نراعي ازاي ايه هو النظام اللي يحقق هذه النسب. لانه لو اتكلمنا عن القائمه النسبيه، طب هل القائمه النسبيه هنستطيع من خلالها ان احنا نحقق النسب الدستوريه الموجوده في الدستور؟ لانه ده التزام دستوري ما فيش كلام فيه نهائيا. وبالتالي ده النقاش كان حوالين كيفيه الوصول الى قانون يخلينا نطبق هذه النسب الدستوريه. لكن اعتقد احنا لو دخلنا مثلا ذوي الهمم من الشباب ده لا يخالف الدستور، لان برضه في كوتة الشباب مثلا، او ذوي الهمم من المراه. هو طبعا احنا يعني في الاشكاليات الدستوريه اللي زي دي بنضطر ان احنا يعني مثلا عندنا مقاعد الشباب والمراه، فبنضطر ان احنا ال 25% شباب ومراه نقدر ان احنا ندخل الشباب مع المراه، لكن احنا عندنا هنا نسب 25% شباب و 25% مراه. يعني 50% من اجمالي عدد مقاعد شباب ومراه. فمش هقدر اجيب فئه ثانيه خارج الشباب والمراه. 50% من عدد المقاعد عمال وفلاحين. وبالتالي من ضمن الاقتراحات اللي انا اقترحتها امبارح في مداخلتي اثناء انعقاد اللجنه، بضروره اجراء تعديل تشريعي فيما يتعلق بتعريف صفه العامل والفلاح. لانه احنا عندنا 50% عمال وفلاحين. طب لو النصوص الدستوريه الموجوده حاليا زي ما هي لم يتم فيها اي تعديل تشريعي فيما يتعلق صفه العامل والفلاح، يبقى احنا امام مجالس شعبيه محليه نصفها شباب ومراه ونصفها عمال وفلاحين. يبقى عندنا تقريبا نصف المجتمع المصري لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمه. وده طبعا مخالف تماما للدستور، لان الدستور المصري المصريين امام القانون سواء. وبالتالي نحن امام معضله حلها ان احنا نعيد النظر في تعريف العامل والفلاح، ونفتح الباب امام تعريف العامل تحديدا. تعريف العامل في القانون اللي انا اقترحته او المقترح اللي انا قدمته انه العامل هو كل من يعمل باجر. وبالتالي فتحنا الباب امام كل تقريبا موظفين الدوله عمال. كل من يعمل في القطاع الخاص عامل، كل من يعمل في اي جهه حكوميه وتقاضى اجر فهو عامل. وبالتالي فاحنا فتحنا الباب امام قطاع كبير جدا من الشعب المصري حتى يتمكن من خوض الانتخابات القادمه تحت صفه العامل. ويمكن ده من ضمن الاقتراحات اللي كانت مهمه بالامس واللي بالفعل يعني النظام الانتخابي طبعا ما بين القائمه النسبيه والمطلقه والفردي. أنا تقدمت بمقترح بالأمس بأن يكون 50% من إجمالي عدد المقاعد بالنظام القائمة المطلقة و 50% بالنظام الفردي. وكان ليا فلسفة في هذا النظام إنه إحنا عندنا نسب دستورية ممكن نحققها من خلال القائمة المطلقة المغلقة.
للشباب والمرأة، وعندنا انتخابات فردية لأن احنا عندنا برضو قطاع كبير من الشعب المصري لا ينتمي إلى أحزاب سياسية، وقطاع كبير له دور أيضا في الشارع وله قواعد شعبية وجماهيرية عريضة جدا، وخصوصا في القرى والمراكز والنجوع وعواصم المحافظات. وبالتالي ليس من الممكن على الإطلاق أن نحرم الفئة دي من خوض تجربة الانتخابات، لأن هو مستقل ولا ينتمي لأحزاب سياسية. وفي الفترة الحالية أنا مش هقدر أجبره أو ألزمه بالدخول في أحزاب سياسية عشان يخوض تجربة المحلية. طبعا ده تمهيدا في المستقبل أن احنا يعني عايزين ننمي الحياة السياسية، وننادي طبعا بضرورة تقوية الأحزاب السياسية. ويمكن في أيضا قانون كان في اللجنة المجاورة للجنة المحليات مرتبط بقانون الأحزاب السياسية، فإحنا على التوازي قانون الأحزاب السياسية هدفه تقوية الأحزاب السياسية، عندنا قانون مجالس الشعبية المحلية هدفه هو يعني عودة المحليات اللي بالفعل يعني غابت لفترات. يعني إحنا كدولة عانينا معاناة شديدة، والدولة المصرية خسرت كثيرا من عدم وجود محلات في الفترة، وتحاول تصلح بقى يعني ما أفسده إن شاء هذا الله الغياب بإذن. طيب برضو سيادة النائب، في عنصر مهم جدا في هذه المعادلة، الموظف. لازم يكون في المحليات موظف مؤهل وقادر على أنه يعني يلبي احتياجات المواطن، لأن احنا قلنا أنه هذا القطاع هو يتعامل بشكل مباشر مع المواطن المصري في الشارع. واحنا دلوقتي كنا بنتكلم على فكرة العاصمة الإدارية الجديدة والرقمنة والتحول الرقمي وما إلى ذلك، فكرة أنه يكون الموظفين عدد كبير جدا بالمناسبة في قطاع المحليات من الموظفين، فكرة تأهيل الموظفين وتدريبهم وأيضا تفعيل الآلية الرقابية عشان نبقى متأكدين أنه احنا بنسير في الطريق السليم. مظبوط. يعني بالفعل يمكن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل مبادرة حياة كريمة يمكن هناك تطوير كبير جدا فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية. يمكن في ظل مبادرة حياة كريمة تم بناء أكثر من في كل مجلس قروي داخل الوحدة المحلية تم بناء مبنى لمجمع خدمي متكامل على غرار المباني المحترمه اللي احنا بنشوفها في عواصم المحافظات وفي القاهره الكبرى. طيب هل النهارده الموضوع عباره عن منشآت ومباني فقط، ولا احنا محتاجين موظف يكون مؤهل ومدرب وقادر على يعني مواكبه التطوير اللي بيحصل في الدوله المصريه؟ الدوله بالفعل يعني يمكن واحنا لسه كنا بنتكلم فيما يتعلق بالعاصمه الاداريه الجديده، احنا عندنا الدوله المصريه على مدار الفترات السابقة بتقوم بعملية التدريب والتطوير للجهاز الإداري للدولة عشان لما يتنقل العاصمة الإدارية يبقى مواكب للتطوير، لأن احنا يعني النقلة كبيرة جدا. يعني الدولة المصرية انتقلت من مرحلة الموظفين اللي بتتعامل بالدفاتر إلى الرقمنة وإلى التطوير اللي احنا فعلا كنا بنأمله على مدار سنوات طويلة. طبعا ده بيستلزم من الدولة المصرية وضع برامج وخطط محكمة لكيفيه يعني كيفيه تطوير الجهاز الاداري للدوله. احنا طبعا عندنا جهاز اداري طبعا برضو جهاز اداري كبير جدا يفوق ال 6 مليون موظف تقريبا، يعني محتاجين ان احنا نطور هذا الجهاز بالشكل اللي يتناسب مع الدوله والجمهوريه الجديده ويتناسب مع التحديث اللي حصل في كل ربوع الدوله المصريه. أستاذ إسلام، هل كل مجلس بيكون ليه ميزانيته الخاصة؟ بيكون عنده خطته اللي هيمشي عليها خلال السنة؟ بيكون في أداة للمحاسبة عشان نشوف أداء المجلس خلال هذه السنة؟ وكان سيادة النائب بيتكلم يمكن عن العمال لكنه ما تطرقناش لتعريف الفلاحين. احنا قلنا أن 50% عمال وفلاحين، العامل معروف أنه هو الموظف، أما الفلاح ممكن هل يجب أن هو يمتلك عنده حيازه زراعيه، يمتلك ارض زراعيه، ام ممكن يكون مستاجر الارض الزراعيه بيزرعها، ممكن حد يروح يشتري حته ارض زراعيه عشان يروح يسجل نفسه ضمن الفلاحين؟ لا طبعا هو بيبقى مسجل في نقابه الفلاحين، مسجل في النقابه وبقى ليه حيازه ارض، وقانون اصلا بينظم فكره انه مين هو اللي يكون فلاح من عدمه. يمكن انا بس بتكلم في نقطه انه العامل، احنا عندنا حكم محكمه دستوريه بتاريخ 14 يونيو 2012 بيصنف العامل على انه كل من يعمل باجر. فممكن ناخد من الحكم ده ونشتغل على القانون زي ما قال سيادة النائب ان احنا نتعامل قانون بقى بيوضح مين هو العامل، فده هيحل ازمه كبيره جدا. رقم اثنين، احنا بنتكلم على فكره المجالس المحليه، هل ليها اختصاصات خاصه في اداريا او ماليا او اقتصاديا؟ هل ليها تمويل خاص؟ هل ليها موارد خاصه؟ طبعا هي المجالس ليها كل ده، بس اللي كان بيتم العمل بيه قبل كده فكره المركزيه، انه موارد الوحده المحليه بيتم
ارسالها لوزاره الماليه عشان تخش في الموازنه العامه للدوله. وبعد كده الموازنه العامه للدوله بتقسم طبقا للسياسه العامه للدوله، بتديه بقى كل وحده محليه المبلغ او القيمه الماليه اللي بيشتغل بيها طبقا للخطه العامه للدوله. يمكن احنا بنتكلم على لا مركزيه موجوده، وطبعا مبدا دستوري موجود واحنا بنشتغل عليه. طب ازاي هقدر اطبق مبدا الدستوري دوت؟ ازاي هعمل اللامركزيه ديت وهو الدستور بيقول لي انه في خلال 5 سنوات تدريجيا يكون اللامركزيه دي اتفعلت. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا من المقترحات، يمكن احنا امبارح قدمنا مقترح هو وجود مجلس اعلى للمجالس المحليه، وده يختلف على المجلس الاعلى للمحليات الاداره المحليه، لان المجلس الاعلى للاداره المحليه ده بيبقى جهه تنفيذيه يرأسه يعني رئيس الوزراء والوزراء وبعض من رؤساء المجالس المحليه، ولكن المجلس الاعلى للمجالس المحليه هو يرأسه احد رؤساء المجالس المحليه وبيكون في تشكيله وكلاء المجالس المحليه، وده وظيفته هو التعاون ما بين مجلسي النواب والشيوخ والوزارات والجهات الحكوميه في كيفيه تطبيق اللامركزيه وكيفيه تطبيق انه يبقى في موارد خاصه بكل مجلس محلي بتشتغل على مواردها، بتشتغل على ازاي تطور ده برضو بما لا يتعارض مع السياسه العامه للدوله وخطه العامه للدوله. يعني يبقى في تواكب ما بين ان انا بشتغل بشكل مركزي ده دي الخطه العامه للدوله، وفي نفس الوقت انا اقدر اطلع موارد خاصه بالوحدات المحليه والمجالس المحليه ليها هي نفسها. فدي هتبقى شويه قصه فيها اشتباك شويه، بس نقدر نوصل لها، وفي مشروع اوريدي مقدم بما يخص الاداره المحليه، ونبني على ده ان شاء الله باذن الله في اللقاءات الاخرى والجلسات الاخرى. احنا لسه يمكن امبارح كانت اول جلسه ودي بتتكلم بس على المجالس المحليه، ان شاء الله الجلسه اللي جايه تكون بتتكلم على الاداره المحليه، وهنسمع مشروعات قوانين وهنلاقي ناس هنا بتقدم مقترحات جديده، واحنا شايفين ان في بادره امل موجوده من امبارح انه في مشاريع كتيره اتقدمت، في اراء كويسه جدا اتقالت، نقدر نبني على دوت الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب استاذ اسلام، برده واحنا بنتكلم عن المجالس المحليه، هل من الضروري ان يختص كل مجلس محلي على سبيل المثال باستجواب المحافظ او رؤساء المدن؟ يعني آلية التنفيذ فكرة الاستجواب ان كان المحافظ او رؤساء المدن دي المفروض المفترض رؤيتها عاملة ازاي؟ هو اوريدي خلاص الدستور ألزم بوجوب استجواب رؤساء الوحدات المحلية، ويمكن كان في شوية نقاشات امبارح في الجلسة على فكرة المحافظ، لأن الدستور ما قالش إن المحافظ هيتم استجوابه، ولكن في مادة أخرى في الدستور قالت إنه المحافظة تعتبر وحدة محلية، وبالتالي في الحالة دي المحافظ كمان يتم استجوابه. بس الشكل ده هيبقى عامل إزاي؟ إنه كل مجلس مثلا المحلي القرية بيناقش الوحدة المحلية في القرية، المجلس المحلي الحي بيستجوب رئيس الوحدة المحلية في الحي، المجلس المحلي في المدينة بيستجوب أو يسحب الثقة حتى من رئيس الحي رئيس المدينة رئيس المدينة. المحافظ نفس الموضوع، مجلس المحلي للمحافظة، يعني كل وحدة محلية قدام إنها مجلس محلي بيوازيها هو اللي من سلطاته أنه يسحب الثقة أو يستجوب المسؤول فيها. ودي أداة رقابية مهمة. طبعا دي كانتش موجودة قبل كده في المجالس المحلية، ودستوريا خلاص بقت موجودة. والقانون بقى بينظم ازاي يتم السؤال، ازاي يتم الاستجواب، ده طبعا ازاي يتم سحب الثقة، العدد قد ايه، هل تلتين المجلس المحلي ولا نص المجلس المحلي، الوضع هيبقى عامل ازاي، ده القانون بيتكلم في كل دوت. يعني دستور 2014 يعتبر هو الدستور اللي وضع صلاحيات للمحليات لم تكن مسبوقة على الإطلاق. يعني في المواد من 175 للمواد 183 وضع صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية سواء على مستوى الوحدات المحلية القرى أو المدن والمراكز أو على مستوى مجلس محل المحافظة. صلاحيات غير مسبوقة من ضمنها زي ما تفضل زميلي إسلام به، جزء منها خاص بالاستجواب، جزء منها خاص بيصل إلى سحب الثقة سواء من مجلس محلي القرية أو المدينة أو حتى المحافظة، لأنه بالفعل الدستور وضع المحافظة باعتبارها إيه؟ وحدة إدارية، وحدة محلية زيها زي المركز والقرية، وبالتالي فإن الدستور المصري وضع صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وده اللي بيعطينا أمل إنه المجلس المحلي القادم هيكون بشكل مختلف عن المجالس المحلية السابقة، لأنه الصلاحيات الموجودة حاليا في الدستور لم تكن مسبوقة في أي من دساتير مصر السابقة. يمكن أيضا عايز ألفت الانتباه إنه يعني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالأمس تقدمت الزميلة صابرين برؤية التنسيقية فيما يتعلق بـ
قانون مجالس الشعبيه المحليه يمكن تنسيقيه على مدار 4 سنوات من 2012 منذ التاسيس، يعني كانت عباره عن حاله حوار في كافه القضايا الوطنيه وكافه القضايا المصريه، كان من ضمنها قانون مجالس الشعبيه المحليه. ويمكن تنسيقيه عقدت في عام 2020 مجموعه من الجلسات الحواريه والنقاشيه واللقاءات المجتمعيه الخاصه بقانون مجالس الشعبيه المحليه، واستضافت التنسيقيه يعني اكثر من 26 حزب سياسي، بالاضافه الى مفكرين ومثقفين وعمال وممثلين نقابات العماليه، والكل تقدم برؤيته للتنسيقيه. ويمكن التنسيقيه بالامس تقدمت برؤيتها ل بناء على ما تقدم به الاحزاب والقوى السياسيه عام 2020. تقدمت التنسيقيه بالفعل بالامس برؤيتها الى الاداره الامانه الفنيه للحوار الوطني فيما يتعلق بقانون مجالس الشعبيه المحليه، وكانت يعني مرتبطه بالنسب اللي موجوده في او النسب للقائمه المطلقه والنسبيه والفردي، مرتبط ايضا بشكل المجالس المحليه القادمه واختصاصاتها، مرتبطه ايضا ببعض التعديل في بعض التعريفات وخلافه. طيب سياده النائب، بما ان احنا بنتكلم عن دور الرقابي للمحليات واحنا بنتكلم في نفس السياق، طبعا بيكون في مخصصات ماليه في الموازنه متعلقة بقطاع التنمية المحلية. يمكن لو بصينا حتى لموازنة العام الماضي هي تضاعفت 4 مرات من عام 2017-2018. لكل موازنة متعلقة بقطاع التنمية المحلية بيكون في مستهدفات. واحنا دلوقتي استراتيجية الدولة المصرية، فكرة مش هنقول الرقابة، ولكن احنا بنتابع سير العمل، بنشوف مستهدفاتنا قدرنا نوصل لها ولا ما قدرناش نوصل لها، ما وصلنا لهاش ليه، بنشوف ايه الأسباب عشان نقدر نحلها. فسؤالي في هذا السياق يا فندم، ايه هل هناك آلية، مش عايزه اقول لرقابه، ولكن لمتابعه التعامل او التناول مع هذه المخصصات عشان نعرف حققنا المستهدفات دي ولا لا؟ لو حصل ايه اللي عملناه عشان نقدر نوصل لده؟ لو ما حصلش ايه السبب ان احنا ما وصلنالوش؟ لا، هو حضرتك هي مراقبه بالفعل. هو الدستور ايضا وضع لاعضاء المجالس المحليه الحق في مراقبه ومتابعه تنفيذ كافه الخطط والبرامج الموضوعه من قبل الحكومه، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، ومتابعة المخصصات المالية، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع. يعني الدستور المصري بالفعل أعطى للحق لأعضاء المجالس الشعبية المحلية في متابعة ومراقبة أداء المجالس والوحدات المحلية، ومتابعة الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الدولة، ومتابعة المخصصات المالية اللي بالفعل مخصصة الوحدات المحلية وكيفية إنفاقها والأولويات الإنفاق. عشان كده احنا بننادي بالانتخابات المجالس المحليه. المجالس الشعبيه المحليه مش موضوع مش حاجه ترفيهيه على الاطلاق زي ما الناس ممكن تتخيل. احنا هنعمل انتخابات محليات وهننفق مثلا 5 مليار جنيه او 4 مليار في الانتخابات. ال 4 مليار اللي احنا بنتكلم فيهم اللي هيتصرفوا على الانتخابات، او 3 مليار ايا كان الرقم اللي هيتصرف، ممكن المجالس الشعبيه المحليه من خلال الرقابه والمتابعه يتوفر في محافظه واحده او في محافظتين من خلال المتابعه الفعليه على ارض الواقع. لانه احنا عندنا غياب تام عن الرقابه والمتابعه خاصه بالوحدات المحليه من 11 سنه تقريبا، وده يعني في دوله بحجم الدوله المصريه ودوله عرفت الوحدات المحليه وعرفت المجالس الشعبيه منذ مش عايز اقول من مئات السنين، ما ينفعش يبقى عندنا 11 سنه غياب تام للمجالس المحليه، غياب تام للرقابه، غياب تام للمتابعه في ظل مشروعات حياه كريمه اللي بالفعل نقلت الدوله المصريه من 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 قرى ما كانش فيها صرف صحي ولا ميه ولا غاز ولا كهرباء ولا اي حاجه. احنا عندنا في الصعيد، وانا بنتمي لمحافظه سوهاج، احنا محافظه سوهاج تقريبا يعني كان لنا الحظ ان احنا خدنا اعلى مخصصات ماليه في حياه كريمه تم تخصيصها لمحافظه سوهاج. ده مش عشان يعني محافظه سوهاج محافظه لكن عشان ان احنا اتظلمنا على مدار سنوات طويله بالفعل، او الصعيد عموما كان مهمل على مدار سنوات طويله، حتى اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره حياه كريمه اللي بالفعل اخرجت الصعيد من مش عايزه يعني ابالغ في التعبير، لكن احنا انا يعني احنا عندنا في القرى ما كانش عندنا صرف صحي، ما كانش عندنا مياه مرافق بشكل عام، كل هذه الخدمات والمرافق بالفعل متعلقه ايضا بمراقبه ومتابعه اعضاء المجالس الشعبيه المحليه. طبعًا. احنا كاعضاء مجالس نيابيه سواء مجلس شيوخ او النواب بنعاني من غياب المجالس الشعبيه المحليه. انا النهارده كعضو مجلس شيوخ دوري الاساسي دوري تشريعي، دوري تقديم دراسات للدوله المصريه، تقديم استشارات قانونيه، تقديم قوانين واقتراحات برغبه وطلبات مناقشه عامه في مواضيع هامه.
للاسف تحولنا الى اعضاء مجالس محليه بسبب غياب المجالس المحليه. صحيح. وما اقدرش النهارده المواطن بيحتاج النهارده تدخل من النواب، ما اقدرش الوم على النائب انه تدخل، لانه المواطن في النهايه هو اللي انتخبني، فانا ما اقدرش يعني ما اقدرش اثر معاه في طلب خدمه شخصيه او خدمه عامه، لانه بالفعل هو لو عنده مجالس شعبيه منتخبه او مجالس محليه. صحيح. مش هيلجأني. صحيح. وبالتالي المجالس الشعبيه هتقوم بدورها والمجالس النيابيه ايضا هتقوم بدورها في الرقابه والتشريع. طبعا نشكر حضراتكم جزيل الشكر الاستاذ اسلام الجندي ممثل حزب العدل عن عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ايضا النائب احمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نورتونا في صباح الخير. شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مشاهدينا هنروح نتابع لقاء خاص عمله زميلنا رجاء رمزي مع الكاتب الكبير استاذ محمد سلماوي على هامش جلسات الحوار الوطني، وحديث مهم جدا عن الثقافه وتنميه الهويه الوطنيه. طبعا يسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا على شاشه القناه الاولى المصريه دكتور محمد سلماوي المفكر والرمز الكبير جدا. دكتور محمد برحب بحضرتك، يعني حضرتك كان ليك كلمه مهمه جدا في المحور الخاص بالهوية المصرية، تحدثت عن أهمية وجود رؤية شاملة تجمع كل السياسات التنفيذية الخاصة بتفعيل هذه الرؤى على الأرض. هو أصله يعني ما بنتكلم على الهوية الوطنية، الهوية الوطنية دي نتاج لظروف كثيرة محيطة بالمواطن، أهمها وفي القلب منها الثقافة، نوع الثقافة اللي موجودة في الوطن هي اللي بتصنع هويته الوطنية. عظيم. فبالتالي لكي نحقق تكامل الهوية الوطنية اللي احنا بنسعى إليها يجب أن نبدأ بالثقافة. ويمكن المداخلة بتاعتي ركزت على أنه الثقافة مش مجرد ان احنا نعمل أنشطة ثقافية، يبقى في مسرح وسينما لا، لازم يبقى في اولا رؤية بتوجه هذه الأنشطة، بتوجهها فين وازاي وايه مقوماتها، ثم ان المسألة بتتعدى مجرد انك تحط سياسة ثقافية لوزارة الثقافة. هتفتتح كذا مسرح السنة دي، هتنتج مش عارف كم مسلسل وتفر. لا، المسألة بتتعدى السياسة الثقافية لوزارة الثقافة. نعم. إلى وضع استراتيجية ثقافية عامة تعبر عن الرؤية اللي حضرتك بتتكلم عنها، ولكي نحقق هذه الرؤية يجب انه هذه الاستراتيجية تخدم عليها عدة مؤسسات وأجهزة من الدولة، مش مجرد وزارة الثقافة. وزارة التعليم لها دور كبير جدا في تأكيد هذه الرؤية الثقافية، لأنه مش ممكن الطالب يبقى بيتعرض لمؤثرات ثقافية معينة من خلال الأنشطة الثقافية اللي بيشوفها، وفي المدرسة بيتعرض لمؤثرات ثقافية مناقضة. ده يا دكتور يخليني أسأل حضرتك على سؤال مهم، يعني في النقطة دي تحديدا، فكرة المعرفة، فكرة التنوير، التثقيف للأطفال من الصغر، وإحنا عندنا في الوجه الآخر أو الشق الآخر يعني تحديات بتفرضها علينا الواقع الإلكتروني والفضاء الإلكتروني، إزاي إحنا نبني، مش هقول جدار عشان ما ينفعش نقول خلاص طبعا جدار في ظل الواقع الجديد اللي إحنا بس فكرة الأدابتينج، كيفية التكيف مع الواقع الجديد. ما هي دي أهمية التعليم الحقيقة، لأنه لما الطالب بيتعلم تعليم مظبوط، ومظبوط يعني ايه؟ مش بس انه في احدث وسائل التعليم، انما في مساله الانتماء،
يعني عندك في كل دول العالم في مقررات معينة الطالب لازم ياخدها، سواء هو تعليمه فني ولا أدبي ولا في مدرسة إنجليزي ولا فرنساوي ولا غير ده. فهذا التعليم هو تعليم الوطني الأساسي اللي مفروض يبقى مشترك في جميع مدارس التعليم، سواء كانت أجنبية أو لأ أو خاصة أو حكومية أو غير أو أزهرية حتى، ده مهم جدا. هذا التعليم هو اللي بيحصن الشاب من التعرض لمؤثرات أجنبية بشكل مضر. لما يكون متأسس وفق هذه الرؤية بيتعرض لهذه المؤثرات، لكن بيبقى عنده حصانة، زي ما كلنا بنتعرض لميكروبات في الجو، لكن اللي صحته كويسة بيبقى عنده مناعة، اللي متأسس صحيا كويس بيبقى عنده مناعة، ما بيتأثرش، ما بيتحولش هذا التأثر إلى مرض. إنما المسألة مش حكر على وزارة الثقافة ووزارة التعليم بس، في مؤثرات أخرى بتأثر على المواطن وبتأثر في رؤيته لهويته الوطنية، زي الإعلام أو ما يقوم في مقام وزارة الإعلام، زي وزارة الشباب، زي وزارة الأوقاف، زي المجتمع المدني بكل ما فيه من أنشطة عامة بتساهم بشكل كبير جدا في تشكيل الوجدان الجمعي للمواطنين. لما كل ده يبقى بيخدم على استراتيجية واحدة نبعة من رؤية لما نريد أن يكون عليه المواطن في المرحلة الجاية، يبقى هنا نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. في فكرة كده دكتور محمد وحضرتك بتتكلم يعني طرأت إلى ذهني، يعني وهي بما أن احنا بنتكلم على توحيد الرؤى الخاصة باستراتيجية، والاستراتيجية يجب أن تكون شاملة جامعة لكل التوجهات وأيضا لكل وهي استراتيجية عابرة للوزارات، ليست وزارة واحدة يعني. فالفكرة ان هو يكون هناك مؤسسة، هذه المؤسسة لها هيكل تنظيمي، لها سياسات واختصاصات، لها مهام وظيفية محددة تعنى بتشكيل هذه الرؤية ومتابعتها، ويكون لها التواصل مع كل هذه المؤسسات بما يضمن تحقيق هذه الرؤية على الأرض. لا، الحقيقة أنا ضد أنه يبقى في مؤسسة مهيمنة على هذه المنظومة، لأنه اللي يجب أن يهيمن ويوجه هذه المنظومة هو الاستراتيجية نفسها، زي ما الدول كلها اللي بيوجهها إيه؟ الدستور بتاعها، مش رئيس الجمهورية اللي بينقي النظام السياسي اللي هو عايزه، أو رئيس الوزارة أو غيره. في وثيقة يعني جامعة شاملة، وثيقة موجهة، هي دي اللي بنسير وفقها. لما يبقى عندنا دستور ثقافي بهذا الشكل، إذا جاز لنا هذا التعبير، هو هذه الوثيقة هي الأساس. ممكن بقى يبقى في منسق، وقد يكون المنسق بين هذه الوزارات اللي أنا تعرضت لها رئيس الوزارة نفسه هو المنسق، إنما يبقى البوصلة واحدة هي هذه الوثيقة اللي هي الاستراتيجية الثقافية المستقبلية اللي بنتكلم عنها. أخيرا، وأنا مش عايز أخذ حضرتك من الجلسة، يعني حضرتك إزاي تابعت يعني بشكل عام ما طرح توجهات الرؤى
بعضهم تكلم عن سياسات، بعضهم تكلم عن استراتيجيات يعني أكبر من السياسات التنفيذية. كيف تابعتم المشاركة من قبل كافة يعني أضياف المجتمع؟ الحقيقة الجلسة دي كانت الجلسة الأولى بالنسبة لل الهوية الوطنية والثقافية. نعم. والثقافية كانت جلسة ثرية جدا، تخطت وقتها بحوالي ساعة ونص لكثرة المداخلات اللي كانت فيها. وكطبيعة الجلسة الأولى بيبقى دايما فيها قدر من التنوع والتشعب، إنما عندي تصور وأمل إنه الجلسة الثانية تكون أكثر تركيزا من الجلسة الأولى، رغم زي ما بقولك الثراء في المقترحات والرؤى اللي قدمت في الجلسة الأولى. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا لك، أنت حضرتك نورتنا وشرفتنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لي. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.